اوكي خلي نبلش. اهلا وسهلا دعاء، ان شاء الله تكوني بخير. اوكي بس اعتقد تشوفون الوايت بورد مالتي. اي نعم. اوكي زين. اوكي زين، شو اخذنا ذيك المحاضره محمد اذا تتذكر، دعاء اذا تذكرون، سولفنا ما سولفنا. انا عن الايديت وشويه عن الصوره. الصوره مو تمام؟ ايه اي الصوره قدرنا نرفعها للصوره، يعني الداتابيس مالتنا خلينا بيها شنو؟ خلينا بيها الباث مال الصوره، مو صحيح؟ نعم نعم اي خلينا بيها الباث مال الصوره، بس لحد هسه يعني الصوره هي مالتنا اعتقد ما ظاهره، يمكن اخير شيء وصلنا انه الصوره ما طلعت. اي ما ظهرت بالضبط، اوكي. فاليوم راح اليوم كلش يعني محاضره دسمه حتكون، فاتمنى انه تركزون وياي وخلي نبلش من هسه. اليوم شوي خلينا نغطي الشغلات اللي راح نسولفها. اليوم اول شغله راح نسويها اللي هي ما راح تطول بيدنا غير 5 دقائق، اللي هو الديسبلاي كارد with a photo. راح شو اسمه يعني نطلع في شغلات، راح نتعلم في شغلات تسموها كاردز اللي هي شلون نعرض المنتجات مالتنا في اسلوب لطيف باستخدام البوت ستراب. بعدين وراها راح نبدي نشتغل بالشوبينج كارت مالتنا، راح نبدي نتسوق من الموقع، انه نسوي نشتغل بالشوبينج كارت اللي هي بصراحه اصعب جزء بالكورس كله هو الشوبينج كارت. راح نبدي بالشوبينج كارت، واول شغله راح ناخذها بالشوبينج كارت هي السيشنز. راح ناخذ السيشنز تمام، اللي هي الجلسات السيشنز راح ناخذها. وبعدين راح ناخذ شلون نتوصل، يعني شلون ناخذ السيشن نستفاد من عنده. اوكي هاو تو يوز ذا سيشن اي دي تمام. بس قبل السيشن لازم ايش ناخذ؟ راح ناخذ شغله يسموها الميدل وير. الميدل وير او اللي هو البروسيسنج بايب لاين. فهاي هنا أنا يعني هسه اللي راح ناخذ هنا هاي المحاضرة اليوم راح ناخذ بهم ذني ان شاء الله تمام، راح ناخذ بهم ذني ان شاء الله اللي هي الشوبينج كاردز وقبلها الديسبلاي كارد وذ ا فوتو. زين احنا هسه شو نريد نسوي؟ خلينا نشغل البرنامج. طبعا انا بالمناسبه يعني بالمناسبه يعني سكرين يعني انا الحاسبه مالتي اللي بيها المشروع مالتكم هي بالسنتر، فانا هسه يعني سويت المشروع من جديد هسه قبل نص ساعه، سويت المشروع من جديد فراح نشوفكم يعني راح ابدي ممكن تلقون في شغلات ممكن مختلفة بس الأسامي مختلفة، بس يعني هي كفكرة هو نفس الشيء نفس اللي اشتغلنا هو داتابيس ولابتوب. بس راح أشوفكم هسه ايش راح نسوي، راح أشوفكم هسه شنو اللي راح نسوي، بس خلي يشتغل البرنامج ونبلش. محمد دعاء تسمعيني؟ دعاء شو ما سمعنا صوتك. دعاء تسمعيني؟ اي استاذ اسمع. تمام. عندك سؤال دعاء على ذيك المحاضرة؟ محمد عندك سؤال على ذيك المحاضرة؟ لا لا انا ما عندي. دعاء؟ ولا اني استاذ. لا طيب يلا خلينا نبلش. خلي طبعا هسه ما يشتغل البرنامج هاي لان يعني بده يشتغل ويا الزوم شوية يبقى زين. اوكي اللي راح نسويه شنو هسه؟ خلي نشوفكم اللي سويناه ذيك المحاضرة. إذا تتذكرون ذيك المحاضرة ايش سوينا؟ سوينا هاي الفانكشن، سوينا شنو؟ سوينا هاي الفانكشن اللي هي ايش راح تسوي؟ راح تاخذ لي المنتج كليته
اللي راح تاخذ لي شنو هو المنتج كليته، وراح ناخذ شنو هو، راح نسيف الصوره داخل منه، داخل هذا الملف اللي هو الايمجز، مو تمام، داخل هذا الملف اللي اسمه ايمجز، بس بنفس الوقت نحتفظ بشنو هو، نحتفظ بالباث مالته وين، داخل الداتابيس. فاذا تلاحظون هنا أنا هسه ذني اتصور هسه بس ما يشتغل البرنامج. شوف هسه مثلا اذا اروح على laptops slash all laptops control laptops اللي هو all laptops okay. فطلعت لنا احنا حاليا لحد هسه احنا ما عرفنا شلون نطلع الصوره، بس انا سكوني هاي سويته. احنا اللي راح نسويه شنو هو؟ اللي راح نعرض الصور مالتنا والمنتجات بهذا الشكل. تشوفون؟ راح نعرض المنتجات مالتنا مثلا بهذا الشكل. اوكي؟ شباب فتحوا المايكات، يعني اذا بس اذا يمكن هوس سدوا المايك حتى اعرف انه انتم وياي، فتحوا المايكات. بلا زحمه عليكم. فاللي راح نسويه هو هذا، اللي راح نسويه هو هذا، راح نعرض اذا تلاحظون المنتجات مالتنا ايش راح نعرضها. تمام؟ تقدرون بعد تضيفون اي شغله تحبوها لل يعني للبرودكت. فشوفوا شباب هاي شو يسموها؟ هاي يسموها كارد. هاي شو يسموها؟ يسموها كارد، يسموها ورقه. على حال الورق اللي نلعب يعني مثلا اذا لاعبين ورا فهو هم بصوره وبيفد يعني فد علامه مال اسا مال كوبا مال سينك، هاي الامور اذا لاعبين ورا. فهاي يسموها كاردز اعتمادا على من، على الكاردز اللي احنا نلعبها. تمام؟ زين. فراح نحاول نعرض، راح نحاول هسه نعرض شنو هو؟ راح نحاول نعرض المنتجات مالتنا، يعني نكتب الكود مال المنتجات مالتنا. لحد هنا أنا واضح الشغلات اللي حنسويها زين؟ نعم استاذ، نعم وياك. اوكي. زين. هسه اللي راح نسوي شنو هو؟ راح نسوي فد راح نسوي فد فانكشن اللي هي وينها؟ اللي هي شو اسمها؟ all laptops اللي هو احنا اعتقد احنا نسويها. هاي ال all laptops ايش حنسوي من عندها؟ مجرد راح نجيب كل اللابتوبات، راح نجيب كل اللابتوبات من الداتابيس، يعني مثل ما احنا مسويين قبل. بس تلاحظون انه هسه هالمره يعني الشغله اللي اختلفت انه اللابتوبات وياها صوره. لا اكثر ولا اقل، اللابتوبات هسه حاليا شنو؟ وياها اللابتوبات وياها صوره. اوكي يعني تذكرون احنا من 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 شو اسمه من سويناها من جبنا كل اللابتوبات كانت على شكل تيبل، تذكرون لو لا؟ اي نعم صحيح. اي بس هسه هنا راح نجيب اللابتوبات بس شنو وياها؟ وياها الصوره، تمام، اللي احنا مخزنيها داخل الداتابيس. زين، فراح شو نسوي؟ يعني بالنسبه لكم مجرد راح تروحون وين؟ تعدلون على الفيو مالتنا. راح نعدل على الفيو فقط، مجرد راح نعدل على الفيو مالتنا. بدل ما نكتب يعني تيبل، بدل ما راح نسوي تيبل، راح شو نسوي؟ راح نسوي كارد. بدل ما راح نسوي تيبل، راح نسوي هاي الكارد. تمام؟ زين. هاي الكارد الكود مالتها، الكود مالتها تقدرون يعني تجيبوا الكود مالته منين؟ تروحون على بوتستراب. راح تروحون على بوتستراب، الموقع مال بوتستراب. وهناك راح تلقون انه اكو خانه خاصه، تروحون على الدوكيمنت documentation مالتهم، وتروحون على يمين على الكومبوننتس. داخل الكومبوننتس راح تلقون انه اكو كارد. فهنا انا دا يعطيك التصاميم جاهزه، يعني تصاميم جاهزه. شوفوا مثلا هذا التصميم تقدر تاخذه كوبي بيست وتخليه بالمعلومات اللي انت تريدها بكل بساطه.
تريد مثلا هذا الكارد، هاي الكارد ما بيها صورة مثلا، تريدون مثلا هاي الكارد اللي بيها كاب، تريدون مثلا يعني بيها هواية، بيها كلش شنو، بيها كلش هواية يعني أشكال، كلش هواية بيها أشكال، كل الكود جاهز تقدر تأخذه مباشرة. أنا بصراحة أفضل أكثر شيء يعني أو اللي دائما أستخدمه في البروجكت مالتي اللي هي هاي، هاي خير شيء موجودة هذني، شوفوها ذني لطيفات يعني أحجامهم حلوة وتقدر تأخذ يعني هواية منتجات فيهم، فصغيرة بس شوية الديسكريبشن مالتك يعني يكون قصير، واضح؟ فأنا هسه شو مسوي؟ أنا ما أخذ وحدة من ذني، أنا واخذ وحدة من ذني ومعدل عليها، ومعدل عليها حتى تطلع بهذا الشكل. تلاحظون يعني إنه هذا شكلها هاي الكارد هي مو نفس شكل هذا الكارد. يعني الكارد ما أعتقد أحلى، ما أعرف إذا تشوفوها لو لا، يمكن؟ أنتوا براحتكم تقدرون تاخذون هاي الكارد أو هاي الكارد مالتي. هو الكود كليتين، أنا أحب هذا الكارد مالتي، يعني شوية هيك بهيكل نوعاً ما، وبداخله موجودة الصورة واسم الصورة هاي. تمام؟ زين، خلي هسه نتعرف عليه من، خلي نبدي هسه نكتب بالكود مالتنا، خلي هسه نبدي نكتب بالكود مالتنا شلون راح نسوي هاي الكارد. اوكي، راح نروح عليه من. طبعا انا هسه مسويها، مسويها انا قبلكم، هذا الكود هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوت ستراب، هذا عبارة عن شنو؟ هذا عبارة عن بوت ستراب. هذا الكارد هو كليته عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوت ستراب. زين، خلي اشرح لكم شويه الـ يعني الكومبوننتس مال الكارد. زين، شوفوا شباب، انتبهوا يا زين، البوت ستراب الاساس العمل مالته Bootstrap أساس العمل مالته إنه هو قاعد يعامل الصفحة البيج الويب بيج مالتنا اللي هي هاي، يعاملها على إنه هي متكونة من شنو؟ من 12 كولوم. يعني Bootstrap يقسم البيج إلى كم؟ كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب يا شباب، فالبوت ستراب، البوت ستراب قاعد يقسم شنو هو؟ يقسم البيج على انه هي شنو هي؟ 12 جزء. هذا يسموه الجريد، هذا يسموه الجريد مالته للبوت ستراب. زين، شنو يفيدنا هذا؟ بشنو يفيدنا هذا؟ يعني فرضا مثلا انت تريد شنو هو؟ انت تريد تسوي تكست بوكس، انت تريد تسوي شنو هو؟ تكست بوكس. هذا التكست بوكس ايش قد حيكون العرض مالته؟ ايش قد منو ممكن يقول لي ايش قد هذا العرض مال هذا التكست بوكس؟ كم كولوم؟ اثنين. بالضبط. فالبوت ستراب الحلو به انه هو قاعد يقسم لي شنو هو الصفحه الى 12 جزء. فأنا إيش راح أقول له؟ راح أقول له مثلاً أريدك تسوي لي تكست بوكس العرض ما تجديد مقداره 2 كولوم. أريدك تسوي مثلاً في التكست بوكس العرض ما ت مثلاً هالقد. كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسه مثلاً هذا قد صار؟ هذا صار 9 كولومات. هذا العرض ما ت. فإحنا نقدر نتعامل شنو ويا البوت ستراب؟ نتعامل ويا على أساس الكولومات مالته. واضح؟ انا هسه ايش اريد اسوي؟ انا هسه ايش اريد اسوي؟ انا اريد اسوي كارد. بس لاحظوا لي بقى، الكارد مالتي لازم شو يكون؟ انا ايش اريد اسوي؟ اريد اسوي ثلاث كاردات، ثلاثه كاردز فقط بال سطر مالتي. تمام؟ ايش اريد اسوي؟ اريد اسوي ثلاثة كارد لكل سطر.
تلاحظون اللي دارد اسوي؟ يعني بقى اتنسى مثلا الان اريد كل سطر، يعني انا دارد اعرض اللابتوبات، كل سطر يحتوي على ثلاث لابتوبات فقط، ما اريد يزيد اللابتوبات اكثر من ثلاثة. فكل سطر يحتوي على شقد؟ كل سطر يحتوي على ثلاث لابتوبات فقط. زين، فالمجموع يعني المجموع مال بين اللابتوبات قد يكون مثلا حتى مجموع هاي اللابتوب، مجموع العرض مال هاي اللابتوبات ثلاثة، قد المفروض يكون؟ من يقول لي؟ يعني راح يكون ثلاثة لأن هم 12. اي راح تصير ثلاث كاردات، والثلاثة الباقي هي البادنج والمارجنج بيناتهم، مو صح؟ بالضبط. نعم. يعني العرض مالتهم ايش قد حيكون كلهم كتوتال؟ التسعة. لا مو تسعة، انا اريدها اذا تسعة معناته ايش كم كارت حيخلي لي زيد؟ لا هو كل يعني الجريد مالتنا 12. اي من كل جريد 12. انا اريد 12. هذا الرو مالتي، انا اريد هذا الرو يشيل نعم. فقط ثلاث كاردات، فمعناته عرض الكارد ايش قد يكون حتى يشيل فقط ثلاثة؟ أربعة. أربعة، فهذا العرض مالتي أربعة، هذا العرض مالتي أربعة، هذا العرض مالتي أربعة، تمام؟ فمن تجيك كار فسجل صار التوتال مالتهم صار 12. فبعد من تجي كارد، من تجي كارد جديدة رأسا راح ينزل اللي جوا، لأن هذا السطر كله تمله. بس بهيج حالة مو راح يكون يعني وحدة لازقة باللخ بهيج حالة؟ احنا حنسوي بقى، احنا حنسوي مارجن، احنا راح نسوي هاي المارجن. اي نعم. هو انا على خاطر بادنج وياك، بس هو المساحه مالته حيكون اربعه، بعدين نعم. انت تبدا تصغر بالبادنج. نعم. دعاء وياي واحد؟ واضح استاذ. طيب زين، فهسه راح شو نسوي؟ طبعا هاي هنا اذا تشوفوها ذني شو يسموها؟ مثلا هنا ايش راح اسوي؟ راح اجيب كارد اربعه، هنا انا راح اجيب شنو؟ كارد خمسه، وهكذا. ذني كلهن اذا اريد اعرضهن سويه ذني يسموهن كارد ديك. كارد ديك، من يعرف يعني شنو كارد ديك؟ شوف الكارد شوف اللي يعرف شوي انجليزيته زينه يعني يعرف انه هاي الشغلات اللي هم يعني التسميات كلها ذات معنى. يعني مجموعه ورق كارد ديك. شلون؟ مجموعة ورق، يعني مجموعة أوراق. هاي نعم. الكارد ديك هي مجموعة أوراق، فأنا إيش راح أسوي؟ ذني الكاردز كليتهم حتى ياخذن نفس الصفات. يعني مثلا كل واحدة من ذني إيش قد لازم تاخذ؟ كل واحدة من ذني لازم شنو يصير؟ العرض مالتها يصير أربعة، فكلهم راح أخليهم شنو هو؟ أخليهم بنفس الكارد ديك، راح أخليهم بكارد ديك حتى ياخذن نفس الصفات. أوكي؟ زين، خلينا نروح هسه على البروجكت مالتنا، نسوي شير للسكرين. زين اوكي، هسه باع شباب هاي هو الكود مال شنو هو؟ بعض هذا الكود اللي انا هسه كاتبه، هذا الكود هو مال منو؟ مال شنو؟ مال كم كارد؟ هذا كود مال كارد وحده، تمام؟ هذا الكود مال شنو هو؟ مال كارد وحده. زين، أنا فرضاً عندي فد ألف منتج، هل أنا يعني من المنطقي إنه أنا أقعد أكتب ألف كارد؟ يعني هي العملية نفسها إذا تنعاد ألف مرة، هل من المنطقي إنه أنا أكتب يعني ألف كارد بيدي؟ لا مو منطقي. لا، إيش حنسوي بهيج حالة محمد؟ خليها بلوب، فور لوب. بالضبط. شوف اذا نرجع على هذا الاكشن، هذا الاكشن ايش داير يرجع لي شباب؟ من يعرف يعني ايش داير يرجع لي؟ هذا شنو وظيفته؟ ايش داير يرجع لي؟ يرجع الليست اوف لابتوبس، الفيو اللي احنا نريده، اللي يرجع الليست اوف لابتوبس للفيو مالتنا، مو تمام؟ بالضبط. زين، الليست اوف لابتوبس ممكن تحتوي على لابتوب واحده، ممكن تحتوي على شقد؟ يعني عدد لا محدود من اللابتوبات حسب اللي احنا مسويه الليست مالتنا. بالضبط، يعني حسب شنو الداتابيس، يعني
هي حتجيب لي كل اللابتوبات اللي موجوده وين بالداتابيس، فممكن تكون وحده 10 15 20 1000 10000 ما اعرف. تمام. فلهالسبب شوفوا لهالسبب ايش سويت انا هسه بعرف ايش سويت هسه؟ سويت ديف اللي هو الديفلوبمنت. من يعرف يعني شنو ديف؟ يعني قسم. اي او هي ديفيجن او ديفلوبمنت ديفيجن يمكن. هي ديفيجن صحيح. ديفيجن بالضبط. هي ديفيجن. اوكي شوف ايش سويت هسه؟ سويت كلاس. سويت كلاس. هذا الكلاس ما هو ما دام انا كتبت كلاس هو معناته هذا شنو؟ هذا بوت ستراب. هذا عباره عن شنو؟ بوت ستراب. زين سويت رو. سويت رو. شنو يعني؟ من يعرف يعني شنو رو؟ يعني سطر. الرو معناته شنو؟ هو سطر. هذا السطر ايش قد العرض مالته؟ لاحظوا لي هنا ايش قد انا مسوي 13 كولوم. هاي الكول معناته كولوم اللي هو قلنا عدد ايش قد عدد الكولومات. نسوي 12. هذا البروجكت مالتي انا مسوي 13. زين فسويت هذا الرو ايش قد العرض مالته؟ ايش كم كولوم؟ قلنا من كولومات الصفحه 12. مو تمام؟ زين ايش قد راح ياخذ من اليمنى ومن اليسرى؟ راح ياخذ كولوم وكولوم. راح ياخذ كولوم من اليمنى وكولوم من اليسرى. تلاحظون انه احنا الكاردز مالتنا مو لزق. تلاحظون؟ شوف الكاردز مالتنا ما واصله للنهايه مال البيج. مو صحيح؟ يعني الكارد مالتي ما موجود هنا، انا موجود بنص الصفحه. مو تمام؟ صحيح صحيح. اي فشلون اعرف؟ شلون اعرف هذا الشيء؟ انا ايش قلت له؟ قلت له الرو اخذ لي كولوم من هنا واخذ لي كولوم من هنا. اوكي؟ وش تخلي لي؟ بالنص خلي لي اريدك ثلاث كولومات، بالنص اريدك تخلي لي ثلاث كولومات، وهذا كليته هو عباره عن شنو؟ هذا الرو اللي عندنا هو عباره عن كارد ديك. هذا الرو هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن كارد ديك، يعني هو مجموعه من الاوراق. اوكي؟ زين. العفو اسف، البوت ستراب الكلاس اللي احنا بدناه هو اسمه كارد ديك، واحنا عدلنا عليه هذن المعلومات الكولوم والرو. لو هذا هو هيك جاهز احنا اخذناه كله جاهز. انا ما مسوي هذا، ما كاتب سي اس اس انا بيدي، هذا كله بوت ستراب. تمام، يعني هو هذا كله جبناه جاهز، بعدنا ما عدلنا عليه. كله جاهز. نعم اوكي كله جاهز. انا بالفرونت اند اذا تشوفني انا مطلع فرونت اند حلو، فمعناته هذا مو شغلي. أنا فرونت اند نفسي تلعب من عندي كله اخمط من البوت ستراب، فهذا كليته جاهز. طبعا هذا كليته جاهز. زين بعدين هسه سوينا، هسه عرفنا انه هذا شنو؟ عرفنا انه هذا الرو. هسه احنا سوينا صممنا الرو مالتنا. زين داخل الرو انا ايش راح اسوي؟ داخل الرو راح اسوي شنو؟ راح اسوي الكارد مالتي. مو تمام؟ داخل الرو هنا ايش راح اسوي؟ راح اسوي الكارد مالتي. بس لاحظوا لي بقى هنا، هنا ايش سويت بالبدايه؟ قلت at for each، مثل ما كنا نسوي بالتيبل. شباب تتذكرون من كنا نسوي بالتيبل؟ خلي بس نطلع السبوره. شباب تذكرون كنا بالتيبل شو نسوي؟ من كنا نريد نعرض كل المعلومات، قلنا انه لكل لابتوب اريدك شو تسوي لي؟ اريدك تسوي لي سطر. مو تمام؟ تذكرون؟
اي نعم نعم هذا عار. اي استاذ وياك. زين انا هسه في الحاله ايش راح اسوي؟ انا في الحاله ما راح اسوي سطر لكل لابتوب، انا ايش راح اسوي؟ راح اسوي كارد لكل لابتوب. مو تمام؟ انا هسه مطلوب عندي شنو؟ انه اسوي شنو؟ انه اسوي كارد لكل، انه اسوي كارد لكل لابتوب. راح اسوي شنو؟ كارد لكل لابتوب. فبدال هاي الاسطر راح اسوي شنو؟ كارد لكل لابتوب. انا هسه لكل لابتوب لازم شو اسوي له؟ اسوي له كارد. لازم هذا الكارد يكون داخل شنو؟ داخل الرو. وهذا الكارد نفسه هو شنو بيه؟ الكارد راح يكون بيه اجزاء ايضا. فلازم شو نخليها؟ لازم نخليها ضمن فد شغله نسميها كونتينر. وهاي الاسطر كلها هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن كارد ديك. فهذا هو كليته شنو؟ هذا عبارة عن كارد ديك. تمام؟ وهذا هو عبارة عن شنو؟ هذا عبارة عن حيكون عبارة عن كونتينر. وهذا هو حيكون عبارة عن شنو؟ حيكون عبارة عن row. تمام؟ حيكون عبارة عن row. اوكي؟ هذا هنا حيكون عبارة عن شنو؟ هذا حيكون البودي. او ممكن يكون الفوتر حسب ما احنا نضيف. هنا هذا البودي. وهنا حيكون هاي هي ال image مالتنا، هنخليها هنا. زين خلينا نرجع هسه للكود نشوف. واضحه هاي ال شو اسمه الكومبوننت؟ يعني هاي كلها هو عباره عن شنو؟ كارد ديك. تمام؟ وهاي ثلاث كاردات هي لازم تنحط شنو؟ هاي الكارد لازم تنحط داخل شنو؟ كله نحط داخل فد شغله نسميها كونتينر. بعدين ذن الثلاث كاردز هي لازم تكون ضمن شنو؟ ضمن رو. اوكي كله لازم يكون ضمن سطر. انا بصراحه يعني اذا تريدون رايي بصراحه الفرونت اند لا تحفظه، يعني ما داعي تحفظه، لان هو يعني الفرونت اند لا تتعب نفسك بيه، لانه هوايه اكو يعني ريسورسز على الانترنت ببلاش وفري، تقدر انت مجرد تاخذها وتعدل عليها. انا هيك اسوي بصراحه، يعني الفرونت اند مو كلش بصراحه مهم بالنسبه لي، يعني هو يستهلك وقت، كل شوية يستهلك وقت، وتعال عدل بالالوان وهالامور، اخذها جاهزه ياكو مواقع تحطيها. ماكو داعي يعني احنا نكون مبرمجين وليس مبرمجين. انا هيجي من هاي الناحيه انا احب اسوي الفرونت اند، فمو قوي بصراحه بالفرونت اند كلش، بس يعني بالباك اند افضل. بس هو بالتالي بيطلع فد نتيجه حلوه. يلا خلينا هسه نرجع للكود. زين شوف شباب، هسه انا سويت فور ايتش لوب. سويت فور ايتش لوب. ليش سويت فور ايتش لوب؟ لان عندي شنو؟ لان عندي يعني مجموعه من اللابتوبات، فسويت فور ايتش، قلت لي كل ايتم موجود بالموديل. الموديل هو مالتي شنو هو؟ الموديل مالتي هو شنو هو؟ هذا اللي انا دزيته هسه اللي هو الليست اوف لابتوبس. لكل ايتم موجود وين؟ باللابتوبس، الليست مال اللابتوبات اللي انا دزيتها. تعال شو تسوي الباعة؟ تبهولي على هاي. زين تبهولي زين على هاي. انا هسه ايش اريد اسوي؟ اريد اطلع الصوره مالتها. انا الصوره مالتها وين حفظتها؟ الفولدر اللي اسمه ايمج. شلون محمد؟
ثلاث فولدر اسمه ايمج بالضبط. انا اذا تلاحظون هنا أنا اللي سويناه بذيك المحاضره انه سوينا حفظنا الروت، حفظنا الروت مال منو، حفظنا الروت مال ال، حفظنا الصوره داخل هاي الايمجز تمام، حفظنا الصوره وين داخل منو، داخل هذا الملف. هاي الصوره انا حافظها هنا أنا. بس الروت مالتها موجود وين؟ موجود بالداتابيس. اوكي، فانا سويت قلت له تعال جيب لي الفوتو باث. هذا مجرد سويت، مجرد سويت شنو، سويت متغير شو اسمه، اسمه الفوتو باث. هذا الفوتو باث هو وين حيروح؟ تلدا، سوينا تلدا، يروح وين؟ يروح للايمجز. ما دام تكتب tilde images رأسا مباشرة حيعرف هو داخل هذا الملف داخل ال www root. مجرد تكتب tilde forward slash مباشرة حيروح على ال www root. داخل هذا ال www root شنو عندي؟ عندي ال images. زين، بعدين شوف الثاني ال images شنو عندي بيها؟ عندي بيها مثلا أربع صور، بتلاحظون؟ زين، يا صورة من عندها نختار؟ يا صورة من عندنا اختار، لازم اختار الصورة اللي موجودة بالداتابيس. فمين نجيبها من الداتابيس؟ انا اصلا دازها من هنا شباب، انا اصلا من هنا دازها، اللي هي شنو، هي list of laptops. هاي list of laptops راح تحتوي على من؟ راح تحتوي على صورة كل منتج. فش قلت له؟ قلت له item.imagephotopath. item.imagephotopath خلي اشوفكم اياها حتى تكونوا على بينه. طب ولي زين، شوف بس انا شدي عندي هاي هي شنو، هاي هنا انا عندي هذا الايمج فوتو باث، هذا الايمج فوتو باث. انا ايش صار؟ انا جبت كل اللابتوبات، جبت كل اللابتوبات، بس شنو بالمقابل؟ انا اريد هذا اللابتوب، هذا اللابتوب يعرض لي شنو الصوره مالته، تمام؟ هاي الصورة، هاي الاسم مالت الصورة راح اخذ مين من الداتابيس، وعلى اساسه راح اختار من الايمجز. على اساسه شوف بس هذا قد نهايته، هذا 61، هذا 61. فهاي الصورة، هاي الصورة هي نفسها هاي، بس هنا مجرد الاسم مكتوب، هنا لا، الصورة الحقيقية موجودة. واضح شباب؟ شباب وياي؟ واضح استاذ، واضح. محمد، زيد، وياك وياك استاذ، واضح ان شاء الله، واضح. زين، بس انا سويت هنا هاي الفوتو باث، بس هاي الفوتو باث هي قاعده تحتوي على من؟ تحتوي على الباث للصوره مال الحاسبه. زين، وراها ايش راح اسوي؟ هذا الديف، هذا الديفيجن، هذا هو اللي من خلاله صممنا الكارد مالتنا. لاحظوا لي هنا، شوفوا ايش قد العرض مالته الكارد مالتي، ايش قد عرضها؟ اربعة كولوم، عرضها اربع كولومات. زين، انا بعدين سي اس اس، انا ضفته سي اس اس، هذا انا ضفته، بس مجرد قلت له شنو هو؟ انه التكست خلي لي، يعني مثلا كلمه دل خلي لي اياها بالنص، التكست مالته خلي لي اياها بالنص، مجرد تكست الاين خلي لي اياها بالنص، والباك جراوند كلر خلي لي اياها وايت. تقدرون تتحكمون، يعني تلاحظون انه الباك جراوند مالته شنو لونه، هاي الباك جراوند مالته ابيض، وانتم براحتكم تقدرون تلعبون بالالوان حسب اللي يناسبكم. بعدين سوينا
سوينا ديف جديد طينا كلاس مال رو زين بعدين سوينا ديف لاخ داخل شنو هو الكونتينر اذا تتذكرون احنا قلنا الكونتينر هو اللي دي يحتوي عليه من دي يحتوي على الكارد وال يعني الاجزاء الكارد كليته هي داخل شنو هو داخل كونتينر يعني ليش لان هي الكارد شنو بيها بيها اجزاء يعني مثل ما احنا كبشر عندنا راس صدر وش اسمه وجذع وارجل كليته داخل شنو هو داخل الجسم كلها داخل الجسم الانسان فهذا الكونتينر ايضا معناته شنو هو الكونتينر معناته انه هذا فد شغله ده تحتوي على اكثر من شغله اذا تلاحظون بعض الكونتينر شنو بي كارد بودي وايضا نقدر نضيف له الكارد فوتر والكارد هيدر بس انا ما ضايفهم بصراحه بس راح نضيفهم هسه هالمحاضره هاي زين اذا تلاحظون هنا أنا هذا هو التصميم مال الكارد مالتنا لازم شنو نقول له نقول له الكلاس مالته هو شنو هو كارد الباك جراوند مالته وايت ايضا المينيمم هايت 320 والبادنج 20 بكسل حتى تبتعد وحده عن الثانيه البادنج اذا تلاحظون هذا هنا تشوفون هذا من هنا هاي المسافه من هنا لهنا هاي عباره عن شنو زيد بادنج هذا هو البادنج فانا ايش قلت له اعطيني 20 بكسل داير ما داير منه الصوره طيني 20 بكسل داير مداير الكارد مالتي زين هذا سوى نحتاجه هذا نسخة زين بعدين شو اذا تلاحظون ايش سويت خليت الايمج مالتي هذا هو الكلاس مال الايمج هو هذا محاضرتين خلصنا عليه على مود شنو على مود نطلع هاي الايمج شوف ايش سويت انا خليت الايمج داخل منه داخل انكر تاج سويت خليته داخل منه داخل انكر تاج ليش خليته داخل انكر تاج اذا تلاحظون مثلا من تروحون على مثلا امازون اي باي من تاشر على الصوره مجرد التدوس على الصوره يوديك للتفاصيل مال هذا المنتج مو تمام صحيح صحيح فمعناته شنو هو معناته انه الصوره هي داخل منه داخل انكر تاج يعني انت من تدوس على الصوره راح توديك لغير مكان فهي حاله حال الدقمه اللي تشتغل حاله حال يعني مثلا حاله حال هذا الاد لابتوب برايفسي وهوم انه هو عباره عن شنو هو؟ هي الصوره موجود بها شنو؟ موجود بداخله اكو لينك تمام؟ هسه ما راح نحكي بيه لللينك ما راح نحكي بيه هسه لللينك فهنا انا سويت مجرد خليت شنو هو؟ خليت هسه الايمج داخل شنو؟ داخل انكر تاب زين بعدين ايش خليت؟ خليت الايمج وخليت شنو سويت له ستايل خليت شنو الهايت مالته يساوي لي 300 شباب هاي كلش مهمه الماكسيمم هايت والمينيمم هايت ليش جدا جدا مهمه المينيمم هايت والماكسيمم شوف ايش قالها اني خالد المينيمم هايت 300 والماكسيمم هايت 300 يعني ارتفاع الصوره اقل ارتفاع الصوره هو 300 واعلى ارتفاع الصوره هو قد ايضا 300 شوف اذا نروح هنا أنا. يعني هاي السالفه ترى كلش مزعجه هسه انتم من تطبقون اذا هاي الشغله ما تكتبوها لان كل صوره لها ارتفاع خاص بها كل صوره انت راح ترفعها لها حجم معين ولها فد ارتفاع معين ولها عرض معين فانت لازم شنو لازم كل الصور تطلع بحجم ثابت يعني شوف هسه ذني كل احجامها ثابته كلها ارتفاعها 300 يعني بكسل ليش؟ لان انا منطي انه ارتفاعك اقل ارتفاع لازم 300 واعلى ارتفاع حمله لازم 300 فالصور كل الصور راح ياخذ نفس الحجم فهاي الستايل هذا جدا مهم زين هاي الايمج منين السورس مالته منين منين حيجيب الصوره راح ياخذها منين راح ياخذها من الفوتو باث هذا اللي هنا واضح نعم واضح واضح
طبعا هاي ال ASP append version equal to true، هاي إذا ما تكتبوها، هاي إذا ما تكتبوها ما راح تطلع لكم الصورة. لازم تكتبون ال ASP append version equal to true، يلا تشتغل. So the source URL is true, then it will send you the encoded content and stuff. Okay. هذا هو اللي راح شنو اللي راح يحول الصورة من الصيغة اللي هي مخزونة بها إلى صورة نقدر نشوفها الأبند فيرجن. فهي عندكم جدا جدا مهمة، بدونها ما راح تشتغل الصورة، راح تطلع لك بريك إيمج يعني صورة مكسورة الصيغة. زين، إذا تلاحظون شباب إنه هاي الصورة هي عبارة عن شنو، هي عبارة عن الجزء العلوي من الكارد، مو تمام؟ نعم نعم مو تمام. فاني شطيت هسه كلاس، اعطيت كلاس انه هاي عباره عن كارد ايمج توب، كارد ايمج توب اللي هي معناته الجزء العلوي للكارد. اوكي، بعدين سويت خليت هوريزونتال لاين اللي هو هذا اللي تشوفوه، هذا هو الهوريزونتال لاين. وورا شنو خليت؟ ورا خليت الكارد بودي، خليت الكارد بودي. الكارد بودي شنو بيه؟ مثلا بيه الموديل مال اللابتوب. وممكن همين شو نسوي؟ خلينا نضيف مثلا السعر مالته، راح اخذ هذا نفسه نسوي له بيست، وبدال الموديل ايش راح اكتب هنا؟ أنا بدال الموديل راح اكتب برايس. بس اذا نلود من جديد طلع لي شنو؟ طلع لي السعر مالته، طلع لي السعر مالته. اوكي زين، خلي هسه نضيف بعد، نضيف مثلا ثلاث شغلات هنا. راح نضيف ممكن الديتيلز والاديت والديليت، مو تمام؟ يعني هسه مثلا الزبون يريد يشوف الديتيلز، فهاي الديتيلز راح نضيفها وين؟ راح نضيفها مو بالكارد بودي، راح نضيف ديف جديد. هذا الديف نعطيه كلاس اللي هو شنو؟ كارد فوتر. نعطيه شنو؟ كارد فوتر. يعني شنو كارد فوتر؟ هو الجزء السفلي من الكارد. بالضبط. فايش راح نسوي؟ راح نعطيه كلاس على انه هو بوتن مثلا سكسس. هذا شنو نقول له؟ نقول له مثلا ديتيلز. وبعدين ايش عندنا؟ مثلا ديليت راح يكون مو سكسس، راح يكون دينجر. والاديت راح يكون مثلا برايمري. بس تلاحظون انه هتنزل شنو؟ وحده جوا الثانيه. باعوا تلاحظون انه صارت ديليت، شنو؟ صارت وحده جوا الثانيه. بس ايش اريد اسوي؟ اريد اجمعهم كلهم شنو؟ بنفس يعني خلينا بنفس السطر. هل ممكن هذا الشيء؟ اي نعم جدا ممكن. ف ذني راح احاوطهم بشنو؟ راح اخليهم داخل ديف، وراح اقول له كلاس يا ترى هذا الكلاس مالتك هو عباره عن رو. تمام؟ زين تلاحظون هسه هنا شنو هو؟ ما قاعده بالسنتر، ما قاعده بالسنتر. فايش راح نقول له؟ راح نقول له align اسمه justify content center. هذا يعني اقدر اسويها بغير طريقه، مثلا اذا بالستايل مثلا ديسبلاي بلوك او هيك شيء عادي يعني؟ عادي براحتك. نعم 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 تريد تسوي يعني هذا. بس انت احنا الغرض مالتنا شنو؟ احنا بدنا ننقل الداتا من الباك اند للفرونت اند. بعد انت شلون يعني يعني الاساس اللي الشغله اللي لازم تاخذوها من عندي مثل ما هي شنو هي؟ الباك اند. نعم الفرونت اند يمنه بعدين تصميم وافكار. اي تستخدم رياكت، تريد تستخدم انجلر، تريد تستخدم بليزر، تريد تستخدم بوتستراب، فهذا ان شاء الله راجعت لك بعد. نعم نعم جافا سكريبت تريد منه ماكو مشكله. بس شنو انا اللي دار يعني ان شاء الله هي المهمه انه شلون قاعد يصير البايندينج بين الفرونت اند والباك اند.
هي هاي الشغله المهمه اللي يعني مثلا هنا جبناها كليست بعدين سويناها الفور ايتش بعدين جبنا الفوتو باث وكل يعني خلينا كل خصيصه معروضه داخل الكارد وهذا المهم. بس راح اسوي تكست وايت حتى ينقلب شنو يصير ابيض لا مريض. اوكي خلي امسح هاي الالف اعتقد شكلها صار مرعبل كويس راح امسحها لطيف اوكي بس لحد هسه اكو مشكله شباب الى الان محمد دعاء استاذ هاي الصفحه راح تطلع للزبون اللي بيها ديتيلز والديليت والاديت هاي حتطلع للزبون بس احنا شنو راح نهايه الكورس يعني تكملوا يعني نكمل البرنامج كله تاخير محاضرتين راح نشتغل على السكيورتي يعني الزبون المفروض شنو هو الزبون المفروض شو يشوف الزبون المفروض يشوف فقط الديتيلز فقط الديتيلز بالضبط وممكن مثلا ممكن الادمن يشوف فقط الاديت الادمن ممكن بس يعدل السوبر ادمن ممكن شنو هو يسوي ذني كلهم ثلاثتهم اوكي فراح تصير شنو راح يصير ال authorization نتي المهم حتعطيني authorization يسوي هاي العملية نعم هاي يعني اخر جزء من الكورس هو يتعلق بالسكيورتي زين هسه شو نريد نسوي شباب؟ نريد نطلع الديتيلز مال منو؟ مال هذا البرودكت مثلا. فنريد شنو مثلا؟ الشخص من يدوس على الصوره شخص مثلا من يدوس على الصوره المفروض شو يطلع؟ من يدوس على الصوره المفروض شو يصير؟ يعني على تفاصيل المنتج على التفاصيل تمام؟ زين. طبعا انا ما مسوي التفاصيل بصراحه. ما سوي التفاصيل هسه خلي اسوي طول دقيقه بعد راح اسوي اكشن جديد هاي اكشن ريزولت اسمه ديتيل لابتوب ديتيل هذا راح ياخذ الاي دي راح ياخذ انتجر اي دي تمام راح نقول له var مثلا search lab top يساوي لي db dot laptops information dot single or default نكتب اللامدا expression اللي هو ال a goes to a dot ال id لازم يساوي لي من ال id اللي جاني بعدين شو اقول له؟ اقول له return view return view شنو وياه؟ وياه ال search product او ال search platform بس حاليا انا مسوي ال view مالته فمجرد نروح عند ال add view add view راح اسوي بصراحه شو اسمه راح اسوي هيك بدون يعني بدون ما تطلع الصوره باختصار راح نكتب هنا details و راح اخلي هو الدوت نت هو نفسه يسوي لي اياها راح نختار انه هو اللابتوبس المودل كلاس والداتابيس كونتكست حيصير هو هذا نفسه واللاي اوت بيج يستخدم اللاي اوت بيج زين
طلع لي همسح بس مال الايمج. اوكي هسه شو نريد نسوي؟ هسه نريد انه من ينداس على شنو؟ من تنداس على الايمج، من تنداس على هاي الايمج المفروض وين يودينا؟ راح نقول اي اس بي كنترولر، المفروض يودينا وين؟ لللابتوبس، ويودينا للاي اس بي اكشن اللي هو شو اسمه؟ هذا اللي استونا سويناه اللي هو اللابتوب ديتيلز. طبعا شباب هذا انتم مسويه يومكم اصلا موجود، يعني احنا مسوين الديتيلز مو تمام؟ فراح اقول اي اس بي راح شو نسوي وراها؟ نروت من هو؟ نحول الاي دي اللي هو جاي من الايتم دوت اي دي. خلاص نشغل. شباب عندكم سؤال؟ هذا هسه؟ تمام الامور. يعني راح ندخل بالسيشنز هسه، راح ندخل بالسيشنز اللي هي شغله شويه. شباب منو سامع بيكم بالسيشن؟ احد عنده فد علم بالسيشن؟ شنو يعني السيشن وما هي السيشن؟ وليش تستخدم السيشن؟ يعني اعتقد هي مكان يخزنون به حتى يستعملوه مره ثانيه. مكان يخزنون به حتى يستخدموه مره ثانيه؟ ها؟ اي ممكن. صح. يعني هو فد شغله نستخدمها حتى نخزن، بس يعني هل هي database مثلا session؟ لا مو يعني ما تنخزن بالdatabase، لا مؤقتة بأثناء البرنامج. أي. الكود صح صحيح أثناء ما البرنامج دا يشتغل تنخزن سيشن، هي بالضبط هو هذا الشيء. زين السيشن منين دا يجي؟ من اللي دا يسوي السيشن؟ هذا هو مو ينخزن بالبراوزر؟ شنو السيشن؟ اي صح صح ينخزن هو بالبراوزر، البراوزر ياخذ السيشن باللينك هذا بالاتش تي تي بي، هنا ينخزن هو بس احنا ما نشوفه السيشن. زين هسه شباب هاي انا صافي الديتيل، طبعا ديتيلز بسيط هو ما يعني هو خليته اوتو جنريتد هو اللي بيسوي، بس مجرد اختصار الوقت انتم اصلا مسويه يومكم، فبس مجرد شو تسوي؟ يعني من تكتب الكود مجرد يعني من يدوس على الصوره المفروض ياخذه وين؟ من المفروض ياخذه وين؟ من يدوس على الصوره ياخذه لل شنو؟ للديتيلز. للديتيلز طيب مو تمام؟ فبنفس الوقت لازم شنو هو؟ لازم تتحول الاي دي، لازم تنقل الاي دي مال يعني من تنداس على الصوره. شوف لا تلاحظون جوا باو، انتبهوا لي على اللينك الجوا. شوف بس مجرد اشر على الصوره حياخذني وين؟ حياخذني لللابتوبس لابتوب ديتيلز سلاش 2، معناته ينقل شنو؟ ينقل الاي دي وياها، قاعد ينقل شنو؟ ينقل الاي دي ويا دوسه الصوره. حالة حالة يعني ممكن همنا بالتيبل ندوس على الديتيلز. اوكي زين خلينا هسه ننتقل نروح على الوايت بورد.
زين اوكي هسه سوينا عندنا هذا التاسك خلاص اوكي راح نبدي هسه نشتغل بشنو راح نبدي نشتغل بالشوبينج كارت شنو يعني الشوبينج كارت يعني شلون نقول احنا السله مال المشتريات تاخذ اكثر من ايتم كلها تضيفها للكارت قبل ما تقصها يعني او تشتري بالضبط اللي هي شنو هي عربة التسوق بالضبط عربة التسوق يعني خل اشوفكم في النموذج خل اشوفكم في النموذج يعني هذا بروجكت تقريبا 3 شهور اشتغل عليه هسه اشوفكم يا اسمه از ستور فكرته جدا لطيفه واعتقد يعني كل العراقيين يعني منها 5 سنين راح يستخدمون ان شاء الله بس خلي شغله قدامكم حتى نشوف شنو الشوبينج كارت وشنو نحتاج يعني للشوبينج كارت بس خلي يشتغل سؤالي شباب لكم يعني فرضا موقع امازون فرضا موقع امازون يعني فد يمكن يعني 50,000 واحد حول العالم قاعد يسوق بنفس اللحظه شلون امازون قاعد يفرق بين الشوبينج كارت هاي مال محمد والشوبينج كارت مال دعاء والشوبينج كارت مال محمد والشوبينج كارت مال زيد شلون قاعد يفرق بين ذني استاذ عن طريق السيشن زين وشون شلون دي يجيب السيشن عن طريق الجهاز اللي هو يعني دخل على الموقع من عندي مثلا الاي بي مالته او اي مثلا موبايلي ياخذ منه مثلا الاي بي او شيء لا ما له علاقه بالاي بي ما له علاقة بالآي بي بس هو يعني فكرتك صحيح يعني هو دا ياخذ فد شغلة دا ياخذ هو مو الاعتماد على اليوزر يعني الاكونت مالتي اللي انا داخل بي فكل اكونت الى الشوب الشوبينج كارت مالته مو بهيج حالة يعني زين يعني اليوزر في هالحالة راح يسوي ريجستر اليوزر يكون لازم ريجستر لان لازم يضيف فد بيمنت ميثود من يريد يدفع أيه. مو صحيح يعني لازم اكو فد بيمنت ميثود هذا الشخص انا من ادخل الفيزا كارت الفيزا كارد اللي هي اسمي اني اسمي يعني كمعلومات مشتري فكل شخص كل يوزر خلينا نقول الى الشيبينج كارت مالته يعني هي تعتبر شلون الاي دي مو اي دي وانما شيء يونيك يعني لليوزر نفسه زين يعني على اساس الرقم مال البطاقه دي يعرف على اساس المعلومات مال اليوزر زين يلا خلينا نشوف هسه مثلا بقى هسه هذا هو الموقع اللي يعني اشتغلته بس خلي يحمل شوي هو عباره عن شنو عباره عن كاتيجوريز يعني هسه فرضا زيد تريد تشتري فد هاتف معين هواتف نقاله فوين حتروح على يا كاتيجوري حتروح على الكاتيجوري مال الهواتف النقاله تلاحظون نفس الكارد اللي استونا سويناه هروح على الهواتف النقاله هسه ايش راح يصير؟ راح تطلع لك المحلات اللي تبيع هاي الهواتف النقاله. اوكي؟ والموقع مالتها ايضا ورقم التليفون مالتها. زين. هنروح مثلا على الشهيره ولا شهيره تبيع المنتجات. هسه انت طبيت على يا محل، هسه طبيت على محل اسمه الشهيره، زين. ما اعتقد بالمنتجات، ما خالد بالمنتجات. هذا الموضوع. فارغ. نروح للملابس التجارية. علي باريس. اوكي. زين.
شوف تلاحظون هسه مثلا هذا هو الـ يعني علي باريس مثلا عنده شنو؟ عنده ثلاث منتجات فرضا. عنده شنو؟ عنده ثلاث منتجات. فانا هروح وين؟ هروح مثلا على تفاصيل المنتج مالته. اوكي ممكن اشيك يعني ازوم على المنتج شويه اعرفه زين. هنا التفاصيل مالته. فنختار حجم المنتج مثلا انا اريد مثلا الميديم. بعدين شوفوا انتبهوا لي هنا راح نقول له تسوق. انتبهوا لي هنا هسه هنا هاي الشغل مالتنا هنا هذا التسوق. شو صار مباشرة شنو؟ أول ما نزل صار زاد العدد مال الشوبينج كارت مالتي وبنفس الوقت ايش طلع لي؟ طلعت لي الفاتورة مالتي. طلعت لي شنو هي؟ الفاتورة مالتي. زيد احنا كلامك صحيح في حال انه يعني بدنا نسوق من امازون، يعني امازون يحتاج شنو؟ على مود نكمل عمليه التسوق يحتاج من عندنا ندخل يوزر نيم وباسورد او نسجل بالموقع لان بي بيمنت ميثود، بس هنا بالعراق حاليا ما بي بيمنت ميثود، ما تقدر تسوق من موقع عراقي باستخدام الفيزا كارد. فالدفع ده يكون عن طريق شنو؟ كله عن طريق التوصيل، يعني تستلم فلوس مو حواله، تستلم فلوس عن طريق التوصيل، تودي لليوزر واليوزر يعطيك فلوس. مو تمام؟ نعم صحيح. اي ف يعني انا هو صممت له البرنامج على هاي الحاله انه هو دي يودي لليوزر واليوزر دي يعطي الفلوس لابو الدليفري. تمام بشوف هسه تلاحظون يعني مثلا انقص ازيد كل هاي الامور ايش بيها؟ يعني دي يحسبها وقاعد يطلع لي يا ترى عندك سبع ايتمات بعرفت التسوق. بعدين هنا تكتب اسمك وتكتب المحافظه اسم المنطقه اقرب نقطه داله ورقم تليفونك بعدين تقول له ارسال طلبيه. هيطلع لك التوتال هنا هذا هكذا. فاللي يصير شنو هو؟ انه الشوبينج كارت مالتي راح تختلف عن شوبينج كارت مال اي شخص يفوت للموقع. بسبب الشغله اللي هي نسميها السيشن اللي هي السيشن. اوكي اللي هي شنو هي السيشن بسبب السيشن. خلينا نعرف شنو هاي السيشن. يعني استاذ التاسه اذا طلعت من الموقع ورجعت دخلت للموقع مره اخرى من نفس البراوزر من نفس الجوجل جروب مالتك هم راح تطلع لك نفس الشوبينج كارت؟ بالضبط. لو لازم ترجع تضيفها من جديد؟ لا 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 تطلع لي اياها نفسها لان انا منطي زين وقت انه ورا نص ساعه. اذا ما رجع فالغي السيشن مالتك. واذا دخلت من متصفح ثاني من الفايرفوكس مثلا ما راح يتعرف عليها. ما يتعرف يعني هي تعتمد على المتصفح مالتي من درجه الاساس كانه الكاش ميموري مالته خلينا نقول ده تخزن معلومات الشخص والشيبنج كارد مالته. اوكي بالضبط زين بالضبط زين عشان هسه راح يعني راح نروح على واحد من الكلاسات المهمه اللي هو اسمه ستارت اب. بس ما اعرف تشوفون الشاشه مالتي؟ طيب راح نروح هسه على هذا الكلاس اللي هو اسمه ستارت اب. هذا ستارت اب ما اعتقد طخيناه من بدينا الكورس لحد هسه. بس هذا يعني كلش مهم. هذا هو هذا الكلاس جدا مهم. اليوم راح نتعرف عليه ما راح يعني نضيف شغلات هوايه بس مجرد نتعرف عليه. تذكرون من حكينا عن الديبندنسي انجكشن؟ اي نعم. شنو هي الديبندنسي انجكشن؟ هي مجموعه اللايبراريز اللي نستعملها بالتطبيق مالتنا بالويب مالتنا. معلومات شنو؟ اللايبراريز. اي الديبندنسيز مو صح؟ انه احنا اذا نريد نستعمل شيء لازم نضيف الديبندنسيز مالته. داخل الكلاس مو تمام؟ داخل الكلاس بالضبط. زين هو اصلا الديبندنسي هذا وين موجود؟ حتى انا اقدر يعني بعض ان شاء الله الديبندنسي انجكشن ان شاء الله جدا حلوه. والسبب انه انا عندي هسه حاليا كلاس. هذا الكلاس شو اسمه؟ اسمه ستارت اب دوت سي اس دوت سي اس. هذا هو الكلاس. تمام هذا الكلاس شنو بيه؟
هذا الكلاس متسجله بي سيرفيس بي ابلكيشن دي بي كونتكست. وبي شنو بعد؟ مثلا بي ال كنترولر MVC controllers. MVC controllers. Will be in the Razor pages. هذني كلن يعتبرن شنو؟ هذني كلن يعتبرن dependencies أو services. كلن يعتبرن شنو dependencies أو services. فرضاً أني البروجكت مالتي بهاي الكلاسات كلها. اي كلاس يريد يستخدم وحده من يعني مثلا هذا الكلاس اريد يتصل به من اريد يتصل بقاعده البيانات تمام. هذا الكلاس اريد شنو يتصل بقاعده البيانات. فما دام يتصل بقاعده البيانات ايش يحتاج؟ يحتاج انه نحقن به شنو الابلكيشن دي بي كونتكست مو تمام. الابلكيشن دي بي كونتكست انا من خليته بالستارت اب دوت سي اس يلا صارت قابل انه احقنها داخل منه داخل هذا الكلاس. يعني هذا الستارت اب راح اسجل به السيرفيسز اللي انا اريدها تكون متوفره وين باي مكان انا اريدها. يعني تقدر تقول هذا مثل تاجر الجمله ستارت اب هذا مثل تاجر الجمله اوكي. هذا هو اللي يوزع للكل يعني هو اللي يوزع للكل هذا من خلاله هو يعني دي يتوزع المنتجات او السيرفيسز البقيه الكلاسات او البقيه المحلات. ففرضا هذا يريد يعني يتصل بالداتابيس فلازم شو نسوي؟ لازم نحقن به شنو هو الابلكيشن دي بي كونتكست. نحقنها منين؟ نحقنها من الستارت اب دوت سي اس تمام. فهاي هي واحده من الفوائد مال الستارت اب. شوف هسه اذا تروحون هنا اكو عندكم هذا الفانكشن اللي هي شو اسمها؟ اللي اسمها configure services. configure services شوفوا اذا تلاحظون هنا شنو عندنا بالبار services.adddbcontext services.adddbcontext تمام. الdb context هنا انا هسه هاي اللغوه هاي كلها انا ضفته كسيرفيس حتى انا اقدر استخدمها بغير مكان. بعد شوفوا ايش عندكم؟ عندكم الرايزر بيجز، عندكم الكنترولر وذ فيوز، هاي كلها هي عبارة عن services هي مسجلة داخل الـ start up داخل هذا الميثود. من تجي تسجل أي service هنا أنا يلا أقدر أستخدمها ببقية الأماكن. واضح؟ واضح واضح واضح. إي نعم أستاذ واضح. زين. هاي واحدة من الشغلات اللي يعني نستخدم الستارت اب بها اللي هي نسجل السيرفيسز. الشغله الثانيه انه انا عندي ايضا هنا شنو شوف هنا كونفجر سيرفيسز هنا عندنا الكونفجر. اذا تلاحظون هنا عايفين نفذ كومنت اللي هو شو اسمه هذا الكومنت شو يقول؟ This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline. اكو شغله يسموها الريكوست بايبلاين. يعني شنو ريكوست بايبلاين؟ من يعرف؟ الريكوست بايبلاين انه اني الريكوست مالتي من يريد يجي للموقع لازم يمر بمرحله قبل ما يوصل للسيرفر. قبل ما يوصل شنو؟ للسيرفر لازم يمر في مرحلة. هاي هي يسموها الريكوست بايبلاين. هاي يسموها شنو؟ الريكوست بايبلاين. اوكي زين. بعدين خلينا ننتبه هسه مثلا على هذا الكود. عقب من هاي الديفلوبمنت وال يعني برودكشن هاي الانفايرمنت اوف بعدين والله ما اعتقد راح ناخذ هذا الكورس. هذا الكورس المقدم الانفايرمنت. شوف هنا ايش عندك؟ عندك الاب
dot use HTTPS redirection. App dot use static files. App dot use routing. As application does use authentication, use authorization. هاي الابس هنا تتمثل شنو؟ تتمثل عدة مراحل. خليه مسم. هذا هو من هو؟ هذا هو الكلاينت او اليوزر، الاند يوزر. الكلاينت هسه من يريد يتصل بالسيرفر حيتصل عن طريق شنو؟ عن طريق ال HTTP request، مو تمام؟ اوكي؟ احنا بالبدايه يعني قلنا انه هو مجرد HTTP request وها هي، بس هو بالحقيقه ال HTTP request، ال HTTP request بمراحل. بشنو؟ بمراحل. يعني فرضا زيد انا ايش دزيت لك؟ دزيت لك لينك مال صوره معينه. انا ايش دزيت لك؟ دزيت لك لينك مال شنو؟ مال صوره معينه اللي هي مثلا شنو هي؟ اللي هي مثلا مثلا نقول مثلا all laptops slash laptop details slash واحد. هنا شنو عندك؟ هنا عندك مثلا السيرفر او الهوستنج مالتنا. بندز له شنو؟ بندز له HTTP. اوكي، مثلا خلينا نقول www. Amazon.com. مو هذا مو هو عبارة عن request؟ مو هو هذا ال HTTP اللي نشوفه بالعادة؟ مضبوط. طيب هسه فرض ان انا ايش سويت زيد؟ دزيت لك هذا اللينك الك، قلت لك زيد تعال شوف هذا البلاي ستيشن شنو رايك به؟ دزيت لك اللينك. ايش قلت لك يا محمد وين البلاي؟ قلت لك دوس على هذا اللينك. هذا اللي كنت من تدوس عليه زيد ايش راح يصير؟ راح يمر وين؟ يمر هنا داخل هذا البايب لاين، تمام؟ نعم. فمن يمر داخل البايب لاين انت هسه وين رايح حاليا؟ انت رايح على فد شغله يسموها ستاتيك فايل. ستاتيك فايل انت تريد تشوف الصوره، لاحظوا لي انه انت حاليا شو تريد تسوي؟ انت حاليا انت تريد تشوف صوره. نعم. اللي هي مثلا مال البلاي ستيشن. انت هسه شنو اذا تستخدم ستاتيك فايل؟ زين السيرفر هسه راح يحتاج يشغل مثلا راح يحتاج يشغل الكنترولر، راح يحتاج يشغل المودل. والله هو حاليا بهذا اللينك حيحتاج يشغل لان احنا هسه موصفين له. احنا بدنا نروح على فيو على مودل فرضا هيجي بعد فرضا هيجي اللينك مالتك. هذا هو اللينك مالتك، تمام؟ هذا هو اللينك مالتك، لا تلاحظ انه ما بي لا كنترولر ولا بي شنو؟ ولا بي اكشن. مجرد ايش رقم واحد. هاي الرقم واحد هي عباره عن شنو؟ بيج. عباره عن مثلا صوره، هاي الاي دي مالتها. اوكي؟ صوره، الاي دي هذا مالتها. فهنا اللي يصير شنو هو؟ انه انت هسه دزيت ريكويست انه انت تريد تشوف انت تريد تباع شنو؟ تريد تباع ستاتيك فايل. فهنا السيرفر يقول لك انت ما دام ما راح تتعبني ولا راح تشغل لي الكنترولر ولا راح تشغل لي الاكشن، فانا شنو هو؟ من هنا قبل ما تدخل للسيرفر اعطيك اياه للملف. بالبايب لاين بالريكوست بايب لاين مباشره اعطيك اياه شنو هو؟ للملف. فما راح تشغل لي السيرفر، ما راح تشغل لي الكنترولر ولا راح تشغل لي شنو هو؟ الاكشن. مباشره هو ستاتيك فايل موجود رسم شنو هو؟ اعطيك اياه ستاتيك فايل هذا. فهذا واحده من الاغراض اللي شنو هو؟
اللي موجود بها شنو البايبلاين. شوف هنا تلاحظ يوز ستاتيك فايلز. ان انا ما دام تريد في الستاتيك فايل، ما دام تريد ستاتيك فايل ماكو داعي شنو يكمل البقيه شنو البقيه الخطوات. يعني ما قاعد تفوت للموقع ولا داعي انه تفوت مثلا للكنترولر ولا للفيو ولا هاي الامور كلها. مجرد انت رايت الصوره معينه ما راح تطلع لك داخل الفيو، راح تطلع لك هي فقط الصوره. يعني مثلا شوف بعض حتى تعرفون اللي بيصير بالضبط شنو. تابول هنا بس هاي الصورة منين جبتها؟ جبتها من جوجل مو تمام؟ شباب وياي؟ نعم سوري. زين شوف هسه هاي الصور هي يعني هاي مخزونة بجوجل ولا مخزونة وين؟ هاي الصور مو مخزونة بجوجل، هاي الصور مخزونة بمواقع، بس جوجل دي يطلع لك الصور من ضمن المواقع. يعني هاي الصور هسه ستاتيك فايلز؟ هاي كلها ستاتيك فايلز. شلون هو العفو هو شلون يعني بالموقع سوى هاي الصورة ستاتيك فايل؟ يعني مو المفروض هم موجودة داخل داتابيس وحتى أوصلها أنا لازم يعني أكو فيو أكو كنترولر وهيجي؟ بالضبط كلامك صحيح، كلامك صحيح، كلامك صحيح. اكو هسه مثلا اذا تباوع على مثلا مواقع، اذا تروح مثلا على اكو مواقع الصور مالتها ما موجود بالداتابيس، الصور مالتها ماكو داتابيس، انت مجرد قاعد ترفعها تعطيها اللينك، يعني مخزونه كايمج مو بالداتابيس، مخزونه بملف وليست في داتابيس. نعم يعني باوع هسه مثلا اذا اروح على هذا page6.com biography.com Vanity Fair، Vanity Fair في الداتابيس. اللي هي هاي المواقع مثلا اللي تدخل تسوي داونلود للصوره طبيعي راسا هيك تكون فري لايسنس وهيك شيء؟ حسب هاي اللي فري، لا هاي الفري لايسنس هاي لا اكيد داتابيس. شوف هسه مثلا باع هنا هسه مثلا دخلت على هذا الموقع مال Vanity Fair، تلاحظون انه هنا شنو هاي الصوره هم رافعيها من الدات، يعني مو كداتابيس، سووا ارتكل، سووا مقاله عن منو؟ عن براد بيت، كتبوا عنه اوكي؟ وراها شنو؟ رفعوها للصوره. رفعوها للصوره ويا من؟ ويا المقاله. بس هاي الصوره هي ما موجوده داخل داتابيس. ما موجوده وين؟ داخل داتابيس. يعني ماكو هاي العمليه اللي احنا سويناها بعد. يعني هسه احنا رحنا مثلا على اول لابتوبس، شوف احنا هسه منين جبناها من الايمجز مو تمام، وهاي الايمجز هي منين جايه؟ جايه من الايمج فوتو فات اللي هو وين موجود بالداتابيس. بس انا لو هاي الصوره اجيبها من هنا فقط باوع اللي هنا هسه ذني الصور يعتبر ستاتيك. تشوف هاي ذني يعتبر ستاتيك، ليش؟ لان داخل ايمجز، هاي ذني مو داخل الداتابيس. اللي داخل الداتابيس منو؟ زيد وياي الفوتو باث، الصور اللي احنا حاطينها هذا هو اللي داخل الداتابيس. اي نعم. فهاي هو اللي داخل الداتابيس اوكي. بس دني هنا شو يعتبرن؟ يعتبرن ستاتيك فايلز، دني يعتبرن ستاتيك فايلز وليست هي داخل الداتابيس. دني مو باينري داتا، دني ستاتيك فايلز. فهاي الموقع انت من تدز ريكوست انه انت تريد تباوع وحده من ذني الصور، فراح شنو هو يشغل لك هذا باع هنا شدك ابلكيشن دوت يوز ستاتيك فايلز، مباشره راح يعطيك اياها مثل ما هنا هسه من هاي الصوره مال براد بيت. شوف هسه هنا براد بيت، شوف حتى لينك ما بيها، حتى لينك ما بيها، لان هو من سوى المقاله رفعوا الصوره وياها داخل شنو؟ داخل هذا الملف اللي هو هم عندهم في الملف اسمه ايمجز، بس هاي الصوره مو موجوده بالداتابيس. هاي الصوره نعم موجوده بالداتابيس، فهاي هي الستاتيك فايل. واضح.
البقية واضح؟ نعم نعم واضح أستاذ. وهذا هو شنو ال هذا هو ال processing pipeline. بعدين راح يستخدم ال routing. إحنا هسه حاليا راح نستخدم ال processing pipeline بشنو بعض. خلينا نرجع لل whiteboard. إحنا هسه شو نريد نسوي؟ إنه اليوزر من يريد يفوت للموقع قبل ما يفوت للسيرفر مثلا هو وهنا شو نسوي؟ راح نعطيه سيشن ونقول له للسيرفر انه قبل ما يدخل، او نقول له للبراوزر بالاحرى، نقول له للبراوزر يابا قبل ما يفوت للسيرفر انا شو اريدك تعطيه اي دي. هذا الزائر اريدك شنو هو؟ تعطيه اي دي معين اللي هو شو اسمه السيشن. اريدك تسوي له شنو؟ اريدك تسوي له فت سيشن معين. فهو داخل البايب لاين راح شنو هو نسوي له سيشن، حتى من يفوت للسيرفر انا اقدر اعرف، يعني اقدر اكمشل هذا اليوزر. واضح؟ فهنا داخل البايب لاين هذا راح نضيف السيشن. اوكي؟ ها شباب وياي؟ كويار. يلا هسه خلي شو نسوي؟ راح نضيف هسه السيشن. زين السيشن انا هسه لازم اضيفها كشنو؟ السيشن لازم اضيفها كسيرفيسز. بس مجرد تروح تقول له يا رب تعال ضيف لي سيشن. اد سيشن تمام؟ هذا هنا أنا. استاذ العفو قبل شوي حضرتك قلت بالموقع مالتك انت حاط نص ساعه المده مال السيشن، يعني هو باي ديفولت يجي هيش؟ لو هاي هم نقدر نعدله احنا؟ لا تقدر تعدل عليها. ومنين عدل؟ تايم اعتقد لو ترانزكت تايم انا موجود فانكشن هي باي ديفولت ايش قد يعني تقريبا الوقت مالتها؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة. هسه شوف يعني. التايم سبان. لازم تكتب له لامدا والله options dot time idle time out اسمه options dot idle time out time span from it. Starting with the time span. Dot from minutes. هنا أنا راح أكتب عدد الدقائق. أنا هنا أنا شو مسوي؟ هنا أنا كاتب إنه ذا اليوزر يبقى ما مسوي شيء بالموقع، يعني شيء عايفة لل يعني ما ماكو أي حركة من اليوزر. هنا أنا هذا الايدل تايم اوت، إذا هو ما يسوي أي شيء بالموقع فأنا قايل له خمس دقائق وينهي السيشن مالته، معناته انه هذا ممكن واحد يجي ثاني يستخدم السيشن مالته
حتى يهكرنا ممكن يعني، او مو او يستخدمه يستخدم السيشن مالته حتى يتسوق من دون علم الزبون نفسه. فانا متحكم شنو بالايدل تايم اوت، ونقدر هم شنو نقول اوبشنز دوت the maximum amount of time allowed to load the session from the store or to commit the task to the store and other asynchronous operation. هنا أنا هذا ال IO timeout يساوي لك time span dot from minutes and minute time span dot from minutes. هذا هنا الثاني مثلا سويته 10 دقائق، هذا هو اللي راح يتحكم شنو هو الفترة اللي شنو الفترة السيشن مالتك. هذا يتحكم فترة السيشن في حال اذا كان هو ايدل، يعني ما يتحرك الزبون، لا يحرك ماوس، لا يكتب له شيء. فهذا شنو هو؟ 5 دقائق ينهي السيشن مالتك. هنا 10 دقائق فترة السيشن كليته ممكن تكون. اوكي؟ يعني ورا ما يطلع، قصدي ورا ما يطلع من الموقع، فيكون 10 دقائق هو التايم سبان مالته. واضح؟ هاي حمسحها لان مو شغلنا حاليا. فهنا هو الاد سيشن، هنا راح يسوي لنا سيشن وراح ياخذ الديفولت فاليو اللي هي 20 دقيقه. يعني انت فتت للموقع، تسوقت، بعدين طلعت من الموقع، ردت فتت للموقع، اذا ظلنا ال 20 دقيقه فراح تطلع لك نفس عربه التسوق ونفس التفاصيل اللي انت سوقتها، لان انت بعدك ما عندك الاكسباير مالتك من انتهى مال السيشن. واضح؟ واضح واضح. زين. هسه راح اروح شنو؟ راح اروح على فقره جدا مهمه. راح اروح على فقره جدا مهمه. انه هي شغله الراوتنج. اذا تنتبهوا لي هنا انه اليوزر هنا من دا يجي بالنهايه اليوزر من دا يجي ايش دا يصير بي؟ دا تصير عمليه الراوتنج، يعني هو مثلا رايح على فد كنترولر معين، او رايح على فد فيو معين، او رايح على فد اكشن معين. هذا هو بيا فقره راح باخير فقره من هنا، هاي الجزء قبل الاخير من البايب لاين يقرر، يعني هو حيروح وين؟ حيروح على الجزء اللي هو رايده. مثلا انا اريد اشوف كل اللابتوبات، فهنا شغله يسموها الراوتنج. اذا تلاحظون هنا هاي الراوتنج هي هاي اللي راح تستلم ال HTTP request وتوديه للمكان اللي هو يريده. فانا ايش اريد اسوي؟ قبل ما نستخدم الراوتنج اسجل له السيشن مالته. يعني انا شنو راح احط السيشن هنا؟ راح احط شنو هنا؟ راح احط السيشن. بهاي النقطة راح نبدي شو نسوي؟ نقول له يوز سيشن. تمام؟ فبهاي النقطة البراوزر راح شنو هو؟ يكمش اليوزر ويسوي له سيشن خاصة به، ودائما السيشن تكون فريدة من نوعها، ما تتكرر مرة، يعني ما تنعاد مرة ثانية. أبد، دائما السيشن تكون يونيك. زين هسه خلينا نضيف السيشن مالتنا. بتلاحظ راح اضيفها وين؟ الترتيب مالته لازم جدا جدا يكون مهم، الترتيب مال ذني الاب. فانا قبل الراوتينج راح اضيف شنو؟ اقول له اب دوت يوز سيشن. قبل ما يدخل للبرنامج، يعني قبل ما راح يدخل للسيرفر، انا ايش راح اسوي له؟ راح اسوي له سيشن. واضح يا شباب؟ واضح واضح. دعاء وينك دعاء؟ واضح دعاء؟ موجود يا استاذ. واضح واضح. اوكي. بس تلاحظون انه احنا سوينا سجلناها للسيشن ويا السيرفيسز، وضفناها وين؟ للبروسيسنج بايب لاين، للريكوست، لل HTTP ريكوست بايب لاين. هسه العمليه الثانيه انه لازم نجيب
هاي السيشن اللي هسه سويناها وناخذها ونستفاد منها. راح اسوي كل شيء، راح اسوي هسه داخل المودلز، داخل المودلز راح اسوي كلاس. هذا الكلاس راح اسميه شوبينج كارت. هذا راح نشتغل عليه الكلاس من هنا الاربع محاضرات يمكن. الشوبينج كارت هذا تمام. انا هسه ايش اريد اسوي؟ هسه انت مثلا زيد محمد فتوا للموقع مالتي، انا لازم ايش اسوي؟ لازم اخذ الرقم. يعني انت هسه فتت بسيشن محمد وزيد ودعاء، انتوا هسه كل واحد بيكون فات بسيشن معين، انا ايش اريد اسوي؟ لازم اخذ قيمه السيشن هاي، لازم اخذ قيمه السيشن هاي واخزنها عندي. هاي قيمه السيشن، يعني هسه زيد فات بسيشن رقمه 110,999، انا اريد هاي السيشن اخزنها يمي حتى اميز زيد عن منو؟ عن محمد عن دعاء. حتى زيد من يتسوق من عندي من الموقع مالتي اعرف انه هذا زيد من خلال رقم السيشن مالته. محمد من يتسوق من عندي اعرف انه هذا محمد، ودعاء من يتسوق من عندي اعرف انه هذا دعاء من رقم السيشن مالتي ايضا. اوكي؟ فهذا اللي راح نسويه، راح ناخذ السيشن اي دي، راح ناخذ السيشن اي دي ونستفاد من عنده، واللي هو اهم مكون بالشوبينج كارت اللي هو السيشن اي دي. اوكي؟ احد عنده سؤال قبل ما نطور على الشوبينج كارت؟ استاذ سؤال. تفضل. يعني مثلا اذا انا فتت من اللابتوب. ايه. يعني مثلا حجزت او طلبت كم ايتم. زين. قبل لا تنتهي هاي المده مال السيشن مالتي، مثلا صارت مشكله باللابتوب، فتحت التطبيق من الموبايل. ما ياخذ. راح يعني راح يعتبرني غير واحد. طبعا راح يعتبر غير واحد، لان انت فتحت بغير براوزر. نعم نعم. اوكي، لان السالفه كلها من البراوزر، البراوزر هو اللي قاعد يعرف. يعني استاذ الاعتماد يصير على السيشن مو على اللي انا مسجل بالموقع الريجستر اللي مسويه. اي بالضبط. موبايل احنا يعني احنا كعراقيين، يعني انت مثلا يقول لك يابا تعال فوت اسال اي موقع من المواقع العراقيه مثلا طماطه شوبيني هالامور ذني، ما يقول لك تعال سجل بالموقع يلا تقدر تسوق. صحيح. يعرفون العراقيين مو ما لهم خلق، يعني انه يقعد يسجل بالموقع يلا يسوق. صحيح. فالسالفه كلش تصير اسهل لو كانت هي يعني عن طريق تسجيل، يفوت بايميل والباسورد مالته ويخزن يمنه والامور طبيعيه تمام. صح اوكي. تمام؟ بس شنو هو السالفه؟ انه العراقيين سخته شيء ما لهم خلق. فلازم شنو هو؟ لازم نصيدهم منين؟ لازم نصيدهم من السيشن اي دي. اوكي؟ نعم نعم. زين. هسه ايش راح نسوي هنا كبدايه؟ لازم نجيب الشوبينج كارت او السيشن اي دي. فراح اسوي فد متغير النوع مالت سترينج. راح اقول له شوبينج، هذا اسمه الشوبينج كارت اي دي. بس لاحظ الشوبينج كارت اي دي، شوف انا سميته شوبينج كارت اي دي، بس هو نفسه هو يساوي لي من هو؟ يساوي لي السيشن اي دي. هذا هو نفس السيشن اي دي. راح اسوي متغير اللي هو شوبينج كارت اي دي. اوكي؟ هذا هو حيكون نفسه حيكون من هو؟ السيشن، رقم السيشن مال هذا اليوزر، يعني محمد هسه انت جيت سوقت من عندي، فالسيشن اي دي مالتك راح اخليها بيمن بالشوبينج كارت اي دي. نعم نعم. اوكي. بعدين ايش راح اسوي؟ راح اروح نسوي ستاتيك
فضلك ستاتيك هاي رجع لي شنو شوبينج كارت شنو سميه بالله سميه جيت كارت راح اسوي هذا الفانكشن اللي هو شو اسمه جيت كارت اوكي شو اسمه جيت كارت يعني جيب لي العربانه جيت كارت هذا الجيت كارت من خلاله راح اخذ شنو السيشن واخليها وين داخل الشوبينج كارت اي دي زين البراوزر اذا تعرفون يعني مثل ما هسه حكينا انه هو البراوزر قاعد يسوي لي شنو هو السيشن فاني لازم شو اسوي لازم يعني اجيب السيشن منين من البراوزر مو تمام لا نريد كنديشن اي سيرفيسز لا سيرفيس اي سيرفيس بروفايدر هذا بس اسبلني فعلى مود نوصل اي سيرفيس بروفايدر نقول مثلا هذا اسمه سيرفيس اوكي الـ I service provider for retrieving a server service object that is an object that provides customers other apps. خلي بقى شباب بس راح اشوفه في الكود نوعا ما غريب عليكم بس خلي اكمله حتى تشوفوه بصوره منطقيه. اوكي؟ I session هذا الـ I session راح نجيبه منين؟ من الـ HTTP هنكتب السيشن يساوي لك السيرفيس دوت جيت ريكوايرد ريكوايرد سيرفيسز ريكوايرد سيرفيسز required service and then the dependency injection شنو هي ال service اللي نريدها اللي هي HTTP context accessor I HTTP context accessor زين اوكي هسه شباب انتبهوا لي على هذا السطر انتبهوا لي زين على هذا السطر انتبهوا لي زين خليني ارجع على الستارت اب configuration my service provider application the app session my service provider and here my service provider here our service provider given okay شباب هسه احنا شو نريد نسوي؟ احنا نريد نسوي السيشن مالتنا مو تمام؟ شو نريد نسوي؟ نريد نسوي السيشن مالتنا قاعدين نايمين يا ولد وياك وياك ويانا زيد يمكن راح زيد ماكو
اوكي يلا زين. هسه شنو انه احنا نريد نجيب، قلنا انه هسه حاليا السيشن مالتي وين موجوده؟ حاليا السيشن مالتي موجوده بالبراوزر. اوكي فانا على مود يعني اجيبها من البراوزر، على مود اجيبها من البراوزر لازم استخدم فد شغله يسموها الاي سيرفيس بروفايدر. اكو فد خدمه من خلالها، من خلال هاي الخدمه اقدر يعني اجيب المعلومات اللي موجوده بالبراوزر. فعلى مود اجيب المعلومات اللي موجوده من بالبراوزر لازم استخدم الاي سيرفيس بروفايدر. اي سيرفيس بروفايدر هذا هو من خلاله راح شو اسوي؟ راح اجيب السيرفيس. اوكي اي سيرفيس بروفايدر اللي من خلاله راح اقدر اوصل وين؟ للبراوزر. زين سويت متغير اسمه شنو؟ اسمه سيشن. زين نوع الداتا، نوع الداتا اللي موجوده بهاي، نوع الداتا اللي موجود بهاي السيشن شنو نوعها؟ نوعها اي سيشن اللي هو انترفيس. انترفيس بلغم مو مستوى شو مبتدئ. فالغرض من هذا انه هاي السيشن راح اجيبها انا منين؟ السيشن انا راح اجيبها من البراوزر. وياي يا ولد شباب، وياي دعاء، السيشن انا منين راح اجيبها؟ راح اجيبها من البراوزر. اي استاذ ويا زين. شنو نوع الداتا اللي موجوده؟ الداتا اللي موجوده نوعها اي سيشن. زين هذا الاي سيشن هذا يسموه انترفيس. زين زين هذا الاي سيرفيس بروفايدر سميته سيرفيس. هذا الاي سيرفيس بروفايدر سميته سيرفيس. قلت له سيرفيس دوت جيت ريكوايرد سيرفيس. هذا الاي سيرفيس بروفايدر راح يوفر لي شنو هو السيرفيسز اللي من خلالها اقدر اتصل بيه من قلنا بالبراوزر. فواحده من السيرفيسز اللي يوفر لي اياها، واحده من السيرفيسز اللي يوفر لي اياها الاي سيرفيس بروفايدر هو شنو هو؟ جيت شنو هو؟ تعال جيب لي سيرفيس جيت ريكوايرد سيرفيس. هاي السيرفيس اللي انا اريدها، هاي السيرفيس اللي راح تخليني اتصل بيه من بالاتش تي تي بي بهذا الشريط مال منو؟ الشريط مال العنوان هذا اللي دز بي اللينك راح اقدر اوصل له. فال HTTP context accessor اللي موجود وين؟ اللي موجود داخل ال I service provider. تمام؟ فال I service provider هو عباره عن مجموعه من السيرفيسز. واحده من ذن السيرفيسز هي شنو؟ ال HTTP context accessor. شوف بقى ال HTTP context accessor شنو بي؟ بي HTTP context dot session. يعني خليني اروح على السبورة. يعني انا هسه هذا هو ال HTTP. ال HTTP بهذا الجزء الظاهر اللي هو الكنترولر والاكشن والاي دي، بس بجزء ايضا غير ظاهر اللي هو شو اسمه السيشن موجود وياه شنو؟ ال سيشن. فانا هسه حاليا وين؟ انا حاليا هنا هسه داخل الموقع. هنا ايش عندي؟ هنا عندي في شغله يسموها الاي سيرفيس بروفايدر. اي سيرفيس بروفايدر. الاي سيرفيس بروفايدر واحده من السيرفيسز اللي يقدمها انه يقدر يوصلني بمن؟ يقدر يوصلني بال HTTP. تمام؟ فانا ايش راح اسوي؟ جبت هذا الاي سيرفيس بروفايدر ومن خلاله هذا هو البروجرام مالتي، ومن خلاله راح شنو؟ راح اقدر اوصل لل HTTP مالتي، ومن خلاله راح شو نسوي؟ راح ناخذ السيشن. من خلال ايش راح نسوي؟ راح ناخذ السيشن. واضحه العمليه؟ زين شباب واضحه العمليه لو ما واضحه؟ واضح واضح. زين زين
هسه احنا حاليا هذا الشخص، الشخص اللي فات للموقع صار هسه عدل، قدرنا نوصل لشنو؟ قدرنا نوصل للسيشن مالته. زين، فرضا الشخص اللي بعد الحد هسه هو عنده اكتف سيشن، الشخص اللي طلع من الموقع بس هو بعد عنده شنو؟ هو بعد ضمن ال 20 دقيقه بعد عنده اكتف سيشن. زين، هذا شلون حنجيب السيشن مالته؟ يعني تلاحظون احنا عندنا حالتين هسه، الشخص اللي استوى فات للموقع حنسوي له سيشن. زين، بس الشخص اللي طلع من الموقع ورد رجع له ضمن 20 دقيقة. زين، هذا السيشن مالته شنو؟ حيكون نفسه لو حيكون متغير؟ مو المفروض يكون نفسه لو انا غلطان؟ نفسه لازم. مو تمام؟ فايش راح اسوي حتى نكون نفسه؟ شلون دعاء؟ المفروض نفسه. بالضبط. احنا حاليا هسه هذا السطر هو دي يسوي شنو؟ هذا السطر لحد هسه هو قاعد دي يسوي شنو؟ للشخص اللي فقط فايت للشنو؟ للموقع سوى له سيشن. مجرد راح اضيف علامه استفهام هنا، مجرد راح اضيف علامه استفهام هنا، هاي يسموها null check. ايش سويت؟ سويت هنا null check. يعني إذا الشخص بعض، إذا الشخص هنا عنده بعض، إذا الشخص هنا عنده سيشن، إذا الشخص هنا عنده سيشن فشنو هو؟ إذا الشخص عنده سيشن فلتسوي له سيشن. هاي مجرد النوت تشيك هنا، إذا الشخص عنده حاليا سيشن فلا تسوي له سيشن، يعني بعده اكتف سيشن، اذا ما عنده سوي له شنو؟ سيشن جديد. هاي يسموها النال تشيك. اذا الشخص عنده سيشن شنو؟ لا تسوي له سيشن. لا تسوي، يعني كانه ما صارت سؤال. اي هاي يسموها نال تشيك. هسه بعد ما ناخذ الدبل كويستشن مارك يسموها نال تشيك. فاذا هو عنده سيشن لا تسوي له سيشن، اذا هو ما عنده سيشن سوي له سيشن. هذا اختصار، يعني كل شويه تختصر شغل. يعني هاي بيها اف ستيتمنت، تقدر تسويها من بالاف ستيتمنت. اف سيشن از ايكوال تو نال، اف سيشن از ايكوال تو نال، حقول له، حقول له تعال جيب لي شنو هو السيرفيس ذن سيشن. Session is equal to null. And then the session, تساوي لي شنو؟ تساوي لي service. Service dot get required service. HTTP context accessor. تمام. Dot HTTP context dot session. إذا هذا شنو هو؟ زين. else session يساوي لي منو؟ ال session. هاي اختصارها شنو؟ اختصارها كلها هاي علامة الاستفهام. واضحة شباب؟ نعم نعم. زين، هسه حاليا سوينا، السيشن، هسه حاليا سوينا، السيشن مالتنا. زين، خلي بس اجيب هذا الكود. بعدين سويت ايضا متغير جديد، سويت شنو هو؟ سيرفيس هذا الابلكيشن دي بي كونتكست، راح نجيب النيم موديل من الداتا. زين زين، هذا السيرفيس
السيرفيس. شوف هسه السيرفيس شنو بيجيب؟ بوحده من الخدمات اللي هي شو اسمها؟ سيشن، اللي هي الاي سيشن. وايضا بشنو؟ بخدمه ثانيه انه نقدر نوصل شنو للابلكيشن دي بي كونتكست. يعني بعرف نقدر نوصل شنو الاي سيرفيس بروفايدر قاعد ايش يسوي شباب؟ شوفوا زين. قاعد يعطيني ذن السيرفيسز كلياتهم، كلهن من خلال الاي سيرفيس بروفايدر نقدر نوصل لمنو؟ نقدر نوصل للسيرفيسز اللي يعطوني اياها الاي اس بي دوت نت كور. واحده من السيرفيسز اللي هي شنو؟ الابلكيشن دي بي كونتكست. مو قلنا الابلكيشن دي بي كونتكست هو شنو؟ هو عباره عن سيرفيس انه انا قاعد اتصل بيه من قاعده البيانات، تذكرون؟ هو مو عباره عن سيرفيس شباب؟ نعم نعم هو عباره عن سيرفيس. شوف هنا انا تقدر شو تسوي؟ الابلكيشن دي بي كونتكست ان انا بدل ما نسوي له شنو؟ بدل ما سوينا له حقن الديبندنسي انجكشن جبناه منين؟ جبناه من خلال الاي سيرفيس بروفايدر. يعني هاي حاله حال منه؟ حاله حال الديبندنسي انجكشن. يعني هسه لو اسوي مثلا سيتور واجيب الابلكيشن دي بي كونتكست واسميها دي بي، بعدين اسوي له انيشلايز، هاي اللي بنسويها احنا كل محاضره. هاي نفسها هنا صارت بالسيرفيس دوت جيت سيرفيس وابلكيشن دي بي كونتكست، هاي نفسها. فأنا هسه السيرفيس وصلت لها عن طريقين، وصلت لها عن طريق الاي سيرفيس بروفايدر، وصلت لها عن طريق شنو هو؟ الديبندنسي انجكشن. واضح؟ فأنا سويت متغير، هذا المتغير شنو هو؟ شنو حيكون بداخله؟ حيكون بداخله الابلكيشن دي بي كونتكست. زين. واضح هذا السطر؟ شباب؟ عم استوعب. زين. هذا اي استاذ واضح. زين. هسه ايش راح نسوي؟ راح نسوي ايضا متغير ثاني اسمه كارت اي دي. زين. هسه حاليا احنا السيشن وين موجوده؟ جبناها من السيشن مين جبناها؟ خلينا هنا هسه حاليا المعلومات اللي تخص السيشن جبناها هنا. طبعا ايش سوينا؟ قلنا سيشن دوت جيت سترينج. السيشن شو تسوي؟ حول لي اياها الى شنو؟ السيشن حول لي اياها الى سترينج. جيت سترينج. من السيشن هاي السيشن راح اخذ من عندها شنو؟ راح اخذ من عندها احولها الى شنو؟ احولها الى سترينج واخليها وين؟ اخليها داخل الكارت اي دي. السيشن هو عباره، السيشن هو عباره عن هيك شغلات هيك صايره، هذا هو السيشن. اوكي بس السيشن انا سويت له؟ قلت له تعال جيب لي هذا السترينج، جيب لي اياه وخلي لي اياه وين؟ داخل كارت اي دي. اوكي داخل الكارت شنو هو؟ اي دي. اوكي تمام. هاي الحد هسه واضحه. هسه من السيشن انا جبت السترينج خليته وين؟ خليته داخل متغير اسمه كارت اي دي. اوكي زين. واذا هذا السيشن هذا السيشن اذا ما موجود هذا السيشن، شوفوا اذا ما موجود شو تسوي له؟ سوي جويد نيو جويد تو سترينج. شنو هو الجويد؟ اعتقد ماخذين الجويد شباب، من يعرف الجويد؟ اللي هو global user liquid. خلي شوي اذكركم بـ liquid. تذكرون من ضفنا صورة شباب؟
نظفنا صورة، قلنا إنه لازم شنو هو؟ تذكرون هاي الشغلة مال الصورة، إنه الصورة لازم شو أخلي لها؟ لازم أخلي لها اسم خاص بها، فالشغلة يونيك تكون فقط لها. فتلاحظون هسه مثلا هاي الأرقام 3 1 5 F 5 7 6 1، هاي الأمور كلها تشوفوها؟ نعم نعم. هذا هو عبارة عن شنو هذا؟ جود. هو هذا جود Global User Identifier اللي أخذناه ذيك المحاضرة. تمام؟ فأنا هسه سويت؟ قلت له تعال يا محبوب البقر، هذا الكارت اي دي شو تسوي له؟ اذا هو مو يعني والله اقولكم عن قبل استفهام، واو احنا هسه هذا كان شو اسمه، هذا هو شنو؟ هذا نل تشيك، مو تمام؟ هذا هو نل تشيك. اذا السيشن ما موجود فاحنا ايش حنسوي؟ شباب اذا تذكرون اذا السيشن ما موجود فاحنا ايش حنسوي؟ حنسوي سيشن جديد. اوكي؟ اذا السيشن ما موجود راح نسوي سيشن جديد. زين هسه هنا هاي دبل استفهام، دبل استفهام. هذا هنا هذا نل تشيك، هذا نل تشيك وياها من شنو هو؟ وياها تسوي لي وياه يعني هذا نل تشيك راح يتشيك هل الكارت اي دي موجود لو مو موجود. مثلا الكارت اي دي موجود، شو تسوي لي وياه؟ تسوي لي وياه جود نيو جود، هم راح يضيف لي فد رقم جديد للكارت اي دي. زين واذا ما اذا موجود همين اضيف لي كارت اي دي، اضيف لي جود. اذا ما موجود همين اضيف لي جود. يعني هذا باع، هذا هنا كان دي تشيك شنو؟ هذا قاعد دي تشيك فقط اذا كان ما موجود، هذا يتشيك ويسوي. يتشيك ويسوي هذا شيك النال، بعدين شنو هو علامة الاستفهام الثانية؟ معناته سوي لي هذا الكود، سوي لي جود نيو جود تو سترينج ويا من؟ ويا شوبينج كارت اي دي. خلي بس اكمل الكود هذا وهسه تشوفون شلون قاعدة تتم هاي العملية. هسه ما اعرف احسها يعني شوية صعبة تنفهم هيجي، خلي بس يكمل الكود وحتحسون خطوة خطوة شلون الكود قاعد يكمل. زين بعدين ايش راح اقول له؟ راح اقول له session set string الكارت اي دي، حتصير شنو كارت اي دي. بعدين نقول له return new shopping cart ويا من؟ return a new shopping cart اللي هي شنو بيها؟ shopping cart yeah no context to shopping cart id. Application DB context and some DB and so let me initialize. Create and okay. We have a context. So the context level application DB context. We have a definition of the shopping cart. زين شباب وياي؟ نعم نعم. يلا هسه خلي اراجع اللي صار، خلي اراجع هسه اللي صار. هسه هذا السطر هو ايش قاعد يجيب لي؟ يجيب لي gives session، يعطيني السيشن مالتي. تمام
هذا السطر ايش قاعد يسوي؟ connect to db، قاعد يتصل بالداتابيس عن طريق شنو هو؟ السيرفس. هذا السطر add، وقاعد ايش يسوي؟ قاعد يضيف add grid to السيشن. زين مثلا take the session ID and add session dot set string of convert to convert from card ID to card ID. Other jelly return shopping cart. What shopping cart ID? The high cart ID. يلا شباب هسه اللي دا يصير شنو هو؟ انه انا باع بالمحصله يا شباب، باع بالمحصله انا ايش اريد؟ اريد هذا السيشن اللي موجود وين؟ الموجود داخل ال HTTP context accessor. شباب هذا السيشن اللي موجود قلنا اتفقنا على انه هو موجود وين؟ بال HTTP بالبراوزر، مو تمام؟ نعم نعم زيد وياي؟ عم استاذ زين هسه انا السيشن وين موجود؟ موجود داخل ال HTTP. السيشن هسه ايش اريد اسوي فيه؟ اريد اخليه داخل متغير، اريد اوصل المتغير شو اسمه؟ اسمه الشوبينج كارت اي دي. هاي هي النتيجه مالتنا اللي انا اريد اوصل لها، انه اريد من هنا اوصله الى هنا، تمام؟ فعلى مود اوصله من هنا الى هنا لازم شو اسوي؟ لازم استخدم شغله يسموها الاي سيرفيس بروفايدر. على مود اوصل لوين؟ على مود اوصل لل HTTP context accessor. الاي HTTP context accessor accessor. زين هسه الاي سيرفيس بروفايدر شنو بداخلها؟ اكو بداخل الاي اتش تي بي كونتكست اكسسور اللي من خلاله اقدر اوصل وين؟ لل اتش تي بي. فانا ايش قلت له؟ قلت له تعال الاي اتش تي بي كونتكست اكسسور جيب لي السيشن هذا، جيب لي اياه هذا السيشن، دخل لي اياه داخل متغير شو اسمه؟ اسمه سيشن، تمام؟ اذا الشخص عنده سيشن خلي لي نفس السيشن، اذا ما عنده سيشن سوي لي سيشن جديد. اللي هي هذا اول سطر كتبناه بالكود. بعدين ايش سوينا؟ سوينا انه هذا السيشن، هذا السيشن خليناه داخل متغير اسمه كارت اي دي. كارت اي دي. من السيشن، هذا السيشن جبنا منه شنو هو؟ جبنا من عده الكارت اي دي، جبنا من عنده، يعني جبنا من عنده هو هاي السيشن حولناها الى شنو هو؟ الى كارت اي دي كشنو؟ كسترينج. بعدين هذا الكارت اي دي حولناه لمتغير ايضا ثالث اللي هو اسمه كارت اي دي. وهسه ايش راح نسوي؟ هسه هذا الكارت اي دي راح اخليه نفس الشوبينج كارت اي دي. وهاي الشوبينج كارت اي دي راح استخدمها يعني كلش كلش هواي. فهي هاي السيشن اخذناها خليناها بمتغير بالجيت سترينج،
بعدين حولناها من الكارت اي دي حولناها للكارت اي دي اللي هي سمول، والكارت اي دي حولناها الى شوبينج كارت. هذا اللي اريد نسويه مختصر الكلام. احد عنده سؤال؟ يلا يا ولد شاركم اسئله بنات. هي شوية تدوخ هاي السيشن بالبداية. شنو اللي دوخ؟ العملية كلها كبروسس يعني ككود، بس هو مفهوم يعني عشتيدك، بس إرادة شوية الواحد يعني يتدرب عليه. بعد محمد دعاء. أستاذ هاي الخطوات تعتبر ثابتة؟ لو هم ممكن نغير بيها لو ما يحتاج هي هاي تكفي. لا ثابتة يعني، هو كل ما تريدين سيشن راح تسوين ذي الخطوات. أنا بصراحة ما حافظها يعني، هسه بدي أنقلها من بروجكت أنا مسوي ما حافظها يعني، لأن هي ثابتة ما تعب نفسي أحفظها. بالضروري تفهمون اللي يصير شنو يعني، إنه يعني من دي يجي سيشن، نقدر نستخدم الـ iService Provider إنه هو عبارة عن interface يوفر لي خدمات. واحدة من الخدمات إنه أنا إذا أقدر أكنك عليه من على الـ HTTP يعني على البراوزر، ومن خلاله أقدر آخذ السيشن. بعدين السيشن حولته إلى شنو؟ حولته إلى متغير. لأن هذا السيشن حولته إلى متغير. بعدين المتغير حولته إلى متغير ثاني. ليش؟ لأن هنا أنا هذا get string، بعدين هذا الكارت ID string. بعدين شنو السيشن حولته من الكارت اي دي لكارت اي دي، هذا اللي هو شنو هم نوعه كارت اي دي. هذا الكارت اي دي راح ارجعه ريتيرن نيو شوبينج كارت، هذا راح ارجع الكلاس كليته في الشوبينج كارت جديده ويا شنو. بس شنو الشوبينج كارت هاي اللي هنا تشوفونها، الشوبينج كارت اللي هنا هذا المتغير اللي سويته بالنهايه، هذا حيسوي لي منه؟ حيسوي لي الكارت اي دي اللي انا جبته من ال اتش تي بي context. استاذ اذا تنفذها يطلع؟ اذا نفذها تطلع. لازم شو اسمه دقيقه، خلي بريك بوينت نشوف. بعد ان نعرف ان شاء الله لازم نضيف، لاني لازم نضيف منه. راح يوقف البرنامج اول ما يشتغل المفروض يوقف، لأن السيرفس ما عندي. عرفت الـ HTTP context successor. شباب هسه بعض انتبهوا لي زين، احنا هسه حاليا شنو هو؟ هاي الشوبينج كارت، هاي الشوبينج كارت مالتي، او يعني هاي السيشن انا لازم اضيفه لاي شخص ليطب وين؟ للموقع. مو صحيح؟ وياي؟ اي نعم صح. انا هسه اللي سويته شنو هو؟ انا لحد هسه سويت انه انا سويت سيشن، بس انا لحد هسه ما انطيت امر للموقع انه يسويها لاي شخص. انا سوي يعني هسه السيشن هي موجوده جاهزه، بس انا هسه ما مطي عاز للويب انه هذا الامر اللي توني سويته يطبق عليه من على كل واحد يدخل للموقع. اشتغل ايه اشتغل. لهسه ما صارت البريك بوينت. هسه شنو هو؟ خلي هسه محمد اعتقد راح اقدر ابين لك اياها، اشغل لك اياها. بس اذا تلاحظون هنا الاد سيشن بار،
نفس السيشن سوينا سيشن، بس انا بنفس الوقت لازم هاي السيشن اخذها من كل يوزر، من كل يوزر لازم شو اسوي؟ لازم اخذ السيشن من عنده. يعني اللي تحتاج تعرفه انه هذا هاي الميثود اللي تشوفه هذا الشوبينج كارت، هاي الشوبينج كارت لازم تكون لكل شخص قاعد يطب الموقع. وياي؟ يعني هذا الكلاس، هذا الكلاس لازم يشتغل على كل واحد يفوت للموقع. اوكي؟ واضح؟ واضح. زين. فشلون راح نسوي هذا الشيء؟ شلون راح نسوي هذا الشيء؟ بعد راح نروح ايضا على الستارت اب. راح نروح ايضا على الستارت اب، حق له services.addScopes. هاي كلمة add scope، هاي add scope معناته كل واحد، كل واحد شنو؟ كل واحد يصير عنده كل واحد يفوت للموقع لكل سيشن، لكل سيشن لازم شنو هو؟ يمر عليه من على الشوبينج كارت. هاي لكل شخص باع سخلي شوبينج كارت، راح نجيبها من الموديل. And the shopping cart goes to shopping cart get cart. استخدام شنو؟ زين، شوف هسه هذا السطر اللي ضفته. هسه لكل شخص الكل شخص حيفوت للموقع add scope معناته لكل، معناته حتنضاف، يعني حيروح وين؟ حيروح على كل شخص حيفوت للموقع راح يشتغل عنده شنو؟ راح يشتغل عنده الشوبينج كارت. زين، شنو اللي بالشوبينج كارت راح يشتغل؟ احنا نريد هاي الفانكشن تشتغل شباب، اللي هو الجيت كارت. احنا ما نريد الكلاس كله يشتغل، انما احنا فقط نريد شنو حاليا؟ نريد السيشن. فهذا هي الفانكشن اللي راح تجيب لي شنو؟ اللي راح تجيب لي السيشن. فايش قلت له؟ قلت له حيشتغل عندك الشوبينج كارت، هذا مجرد اسم عادي اس سي هو اختصار للشوبينج كارت. جوز تو شنو؟ شوبينج كارت شنو الفانكشن اللي بي اللي اريد تشتغل؟ جيت كارت. واضح؟ ها محمد؟ والله استاذ نص ونص. شنو اللي عندك نص ونص؟ شنو اللي عندك نص ونص؟ بالي محمد، خلي 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 بقي نص ونص. دعاء اعتقد هي نص ونص شويه. لا استاذ فهمتها. زيد زيد شلون الامور؟ واضحه استاذ محمد. بالي بس عندك هذا الموقع مالتك، هذا هو الويب سايت مالتك، عندك ثلاثة دي يفوتون للموقع بنفس الوقت. نعم. أوكي. أنا لازم كل واحد من دول شو أعرف؟ أعرف السيشن مالتي. أوكي. فأنا لازم شو أسوي؟ لازم شو أسوي؟ لازم الكل لازم أعطي أمر للويب سايت مالتي، للأبلكيشن مالتي، إنه كل واحد من دول توديه على فد مكان. توديه على فد مكان، تمام؟ المكان المكان مالتي اللي من خلاله اجيب السيشن. شوف المكان اللي من خلاله اجيب السيشن، شنو الكود اللي كتبته لحد هسه اللي من خلاله يقدر يطلع لي السيشن؟ هو هذا الجيت كارت، تمام؟ ها
هاي الجيت كارت محمد، هاي الجيت كارت هي اللي مسؤوله على ان تجيب لي السيشن، واضح؟ بس انا هسه لازم شو اسوي؟ لازم اقول له للموقع، لازم اقول له للموقع ان كل واحد من ذولا لازم يمر عليه، من يمر على ذاك الفانكشن ياخذ من عدد السيشن، حتى شنو، حتى كل واحد من ذولا نجيب السيشن مالته. نعم نعم. فلهالسبب انا وين رحت؟ رحت على شنو؟ الستارت اب. شوف لهالسبب انا وين رحت؟ رحت على الستارت اب، ايش قلت له؟ قلت له services.addScopes. سكوب معناته لكل شخص يفوت، لكل سيشن، لكل واحد يفوت للش اسمه للموقع، وين تروح؟ شوبينج كارت. الشوبينج كارت عليه فانكشن بالشوبينج كارت، جيت كارت. جيت كارت حتى شنو هو؟ اول يعني اول ما راح تفوت للموقع راح يشتغل، راح تشتغل لك الجيت كارت، ومن الجيت كارت راح شنو هو؟ راح نخزن الشوبينج كارت اي دي. تمام تمام اوكي اوكي زين. بعد عندنا سيرفيس اخر نضيفه اللي هو الكونتكست اكسسوار سيرفيسز دوت اد اتش تي تي بي كونتكست اكسسوار اتش تي تي بي كونتكست اكسسوار اللي هو هذا من خلاله راح شنو اقدر اتصل بيمن بالبراوزر، واللي هو هذا شباب هذا الاي اتش تي تي بي كونتكست اكسسوار. اوكي فتلاحظون انه هاي كلها سيرفيسز، يعني شوف هسه مثلا الكونتكست اكسسوار هو عباره عن سيرفيس، السيشن هو عباره عن سيرفيس، الابلكيشن دي بي كونتكست هو عباره عن سيرفيس، كلها موجوده ضمن منه ضمن الاي سيرفيس بروفايدر. هذا انترفيس يمثل لك كل السيرفيسز اللي البرنامج مالتك موجوده بيه. ف اعتقد هسه المفروض يشتغل من خلال نقدر نحصل السيرفيس، نقدر نحصل الاي دي. بس يشتغل ونقدر اعتقد ناخذ السيشن. جوجل قاعد ياخذ من الرام هاسي هاي الثالث. مش طبعاً لهذا الستاتيك ما راح يطلعها. حاضر جاي محمد إن شاء الله، يعني راح نبدأ نضيف سلة التسوق وأشوفك إياها شلون تصير هي خطوة خطوة. إذا تحبون هسه انتظروني شوية ثواني بس أسوي فد أكشن ناخذ من عنده الـ application DB context.
صبروا لي ثواني حتى نشيكه. شوبينج كارت اي بي ايش راح نسوي؟ والله خلينا نسوي فد بالكنترولر راح نسوي فد فيو. لازم هاي ديبندنسي انجكشن نفهمها. هسه محمد راح اطلع لك اياها. طيب ايش دعوه بما انت موظف جد مداوم معكم سوا؟ يعني ايش قد غيروا بي؟ يعني هو المفروض 50% بس ما طبقوا. الاحد هو اصلا منع التجوال فمن داوم نطانا يوم واحد. يوم واحد بس تداوم؟ يعني اداوم بالاسبوع 3 ايام. اها لطيف. بالاسبوع 3 ايام يعني بس الكيسات تداومون يعني يوم واحد. تمام؟ لا 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 3 ايام؟ كنا نداوم 4 ايام بالاسبوع 80%. وهسه حاليا؟ هسه هالاسبوعين الجاية 3 ايام. 50% يعني تقريبا 75%. اها اوكي. شوفوا شباب هسه هذا النمبر دي يصير باعه محمد؟ اي نعم نعم عشتيدي. هذا هو الشوبينج كارت اي دي. شوفوا صار جويد. هذا هو الشوبينج كارت اي دي. بس هسه الحدث احنا مو مخزنين بالداتا بيس ولا يعني متفاعلين وياه وما نعرف هو بيش حفيدنا، بس هذا اهم كومبوننت بعمليه التسوق كلها هو هذا الرقم، لان من خلاله راح اعرف هذا اليوزر شنو، هذا اليوزر شنو، هذا شو سوى، بشنو غرض، كله حيكون له علاقه بهذا الرقم. اوكي؟ هذا مجرد يعني ان شاء الله بس حتى يعني نعرف الرقم هو شنو، بس سوى جابه، هذا صار كجويد. واضح شباب؟
أحد عندك سؤال قبل ما نختم؟ نعم عاش آه زيد واضح استاذ عاش ايدك دعاء قدش واضح استاذ واضح تمام اوكي راح هسه راح شو اسمه اكمل المحاضره ان شاء الله وارفع لكم اياها على اليوتيوب بكت ان شاء الله اليوم يومكم المحاضره رجاء هاي اقروها اليوم مو يعني اليوم او باكر لان يعني ان شاء الله كلش حامي لازم يعني من هسه تقروا حتى الشرح يظل ببالكم ان شاء الله ان شاء الله مشكور بارك الله فيك حياكم الله شوفكم ان شاء الله الجمعه القادمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله استاذ الله وياك